السلام عليكم طلاب، ويكم دكتور مخلص سالم من سدي خصاجة، راح تفهم الوجه والفكين. محاضرتنا لهذا اليوم هي Lecture 10 Third Stage in Oral Surgery، تدري في كلية طب الأسنان جامعة العين، اللي هي إكزودونشيا. التايتل مالتها هذا موضح، اسمها إكزودونشيا اللي هي أول محاضرات الإكزو دونشيا. أوكي، القلع. Introduction and Basic Principles. طلاب، قبل ما ندخل بالمحاضرة، الإكزو دونشيا هو تابع وإلى فرع جراحة الفم في كلية طب الأسنان. أوكي، والإكزودونشيا أنتم سامعين بيه وتعرفونه، يعني هي هو في الشيء أساسي في كلية طب الأسنان، يعني كلش أساسي، يعني حال حال الفلينجز الاختصاصات الأخرى، وهو فرع جدا مهم تب شغلك بعدين في كطبيب أسنان. أوكي، فشوي أراد لكم يعني تنطون الموضوع جدا أهمية، محاضرات القلع، لأن أنت ما تأخذها بعد القلع، راح تأخذها هي بس هنا. انت ما راح تاخذ قلع بعد لا بالرابع ولا بالصف الخامس، او هنا صف ثالث، حتاخذ كم محاضره هي توضح لك البرنسبلز والانديكيشنز والكونترا انديكيشنز او اني ثينج اباوت ذا اكستراكشن. زين، اكستراكشن اوف تيث از ذا موست امبورتنت بارت اوف ذا ماينر اورال سيرجري اند ذا موست كومن بروسيجرز تو ذا جنرال دنتال براكتيشنر اللي هو الدنتست. إذن هو جزء من الماينر وليس الميجر. الماينر أورال سيرجري، أوكي، and the most common procedures with the general practitioner اللي هو الدندس مثل ما قلنا. Exodontia أو extraction شنو تعريفه؟ is a painless removal of teeth from their bony alveolar socket with relatively minimal amount of the trauma to the investing or surrounding tissue so that the wound heals without post-operative problems. هذا تعريف القلع، هو عملية خالية من الألم، تتضمن رفع الأسنان من السوكت الألفيولر بون with minimal amount of trauma، يعني يكون قدر الإمكان أنت ما تأذي وما تسوي تروما للسراوندينج ستراكتشرز أو الفيتال ستراكتشرز، مع minimal post operative complication، كذلك مع مضاعفات أو مشاكل ما بعد القلع هم تكون قليلة. Basically you have two methods of extractions، يعني types of the extraction، عندي نوعيتين من انواع القلع. اول نوع هو يسمونه intra alveolar extraction او يسمونه forceps extraction، بعد الى اسم يسمونه simple extraction، بعد الى اسم يسمونه closed method. Consists of removing of tooth or root by use of forceps or elevators or both which is enough for extraction in most of cases. هاي الطريقة الأولى الطريقة الاعتيادية، أوكي، يعني مو الطريقة الجراحية، إنه أنت تقلع بالفورسبس مالتنا بالإنسترومنت مال القلع. أوكي، الطريقة الثانية هي الترانس ألفيولر إكستراكشن أو يسمونها سيرجيكال إكستراكشن، لها اسم بعد أوبن ميثود ويسمونها الإكسترا ألفيولر إكستراكشن. هي إن ترانس ألفيولر إكستراكشن وي دايسكت ذا توث أور روت فورم إن It is bony attachment by raising a flap or by removal of some of bones surrounding the root which are then removed by use of elevators and forceps. الطريقة الثانية هي الطريقة الجراحية، الطريقة المفتوحة، انه التوث هذا ما تقدر نشيله بالطريقة الاولى، ما يصير نقلعه بالفورسبس، لان اكو مشاكل حيصير بفركتشر، اكو بيبون، اكو بعد هواي امور. اوكي، فنفتح فلاب. شنو الفلاب؟ نفتح فتحة جراحية يعني، و نشيل هذا العظم، نوخر هذا الحاجز والمانع اللي ما يخلي التوث ينقلع بالطريقة الأولى، وبعدين نقلعه بالفورسبس أو بالإليفيتر، يعني هم نستخدم فورسبس وإليفيتر، يعني القلع الجراحي مو معناها ما تستخدم أنت فورسبس أو إليفيتر أو تشزم، لا هم تستخدم بس ما تستخدم هنا من أول مرة، لأن التوث هذا ما يصير ينشيل بالفورسس مباشرة، يصير به مضاعفات، تصير فراكتشرز بالبون، تصير فراكتشر بالتوث، فراكتشرز ممكن بالجو بالفك، اوكي، يصير تروما للسراوند تشوف. فانت تستخدم فورسبس لكن وين؟ بعدين، اول مرة تفتح فتحة جراحية
وانا ناشر كل شوي صور بالانستا، خصوصا باللي رايت من نسوي فتحه وشي البون وبعدين توخر التوث. بس بمن نوخره؟ شلون نقرا عليه؟ لا، هو هم عندنا هم ترجع للفورسبس والاليفيتر هم تستخدمه، لكن بعد ما فتحت الجرح. اوكي، بالطريقه الاولى لا، ما تستخدم يعني بليد شفره ولا تسوي فتحه توث مباشره، تسوي له قلع اوكي بالفورسبس او الاليفيتر. نجلس الانديكيشنز اوف اكستراكشن. There are many indications for tooth extraction. If conservative treatment has either failed or isn't indicated, a tooth may be extracted. The reasons for extraction of teeth are based on the presence of the local pathology, the feasibility of the restorative procedure, function of the dentist as a whole, and the patient's attitude and education. Indications of the extraction. هذا موضوع مهم طلاب. من ناحية الشغل مالتنا مهم. أقصد بي. الانديكيشنز مال اكستراكشن يعني ما هي الاسنان التي المرشحه للقلع او التي يعني ممكن ان نقلعها. يا اسنان يعني شنو شبيه هاي الاسنان؟ ماذا تحتوي؟ ليش نقلعها؟ يعني الاسباب مال القلع ليش؟ اوكي، خلينا نقول الاسباب اللي ادت الى قلع هاي الاسنان. يعني اي توث انت يجيك تفحص القلعه لو لا اكو شروط واكو مواصفات بالتوث هذا حتى انه قابل للقلع، تنطبق عليه شروط القلع خلينا نقول. اوكي، فمن هاي الشروط، من هاي الشروط اول شيء هو سيفير كاريز، تسوس المفرط او التسوس اللي واصل الشديد اللي واصل الى مراحل. This is most common reason for tooth removal. Bad carious teeth resulted in bad oral hygiene and bad smell. Also the sharp edge of the carious teeth may lead to repeated ulceration to the mucosa in addition to the spontaneous pain or pain during the eating and drinking. Untreated teeth with caries may end pulpitis periapical pathology. إذا أول نقطة هو أكثر سبب شائع هو السبير كاري، تسوس الأسنان اللي المريض يهمله يعوفه يتركه ما يعالجه، ما يسوي له إندو، ما يسوي له فلنج عادية. أوكي، يعني وبمضاعفات يعني الأدر مال المريض، يعني ريحة أو فم من المريض تكون كريهة من المايكرو اورجانيزمز، لان هذا حيكون وسط وناقل للمايكرو اورجانيزم، يصير عنده التهاب باللثه، يصير تكلسات عنده طبعا اضافه الى البين، ويصير بالباتس ويصير مضاعفات بالباتس ويصير بيريابيكال باثولوجي، يعني يصير عنده التهاب بالقمه مال الجذر، يعني ينتقل الالتهاب من العصب المن للجذر. اوكي، وللقمه مال الجذر، فهذا لازم ينقلع التوث. اوكي، سيفير بريودنتال ديزيز. Severe periodontal disease. Severe and extensive periodontal disease is common reason for the tooth removal. In chronic periodontitis, there is excessive pore loss and mobility of the tooth. Severe periodontal disease, طلاب، تتعرفون البريودون شوم، شنو نقصد به؟ هي الأنسجة ما حول الأسنان. وهي هاي الأنسجة تلعب دور كل كبير بإعطاء التوث القوة مالته والفكسيتي، الفكسيشن مالته inside the tooth socket. اوكي، اللي تخلي السن هو قوي وما بيحركه بداخل المكان مالته. فهذا صار به التهابات اللي هو جنجيفايتس. الجنجيفايتس ما يبدي يتعالج، اوكي، ينترك ينترك ينترك، يصير بعدين المن ينزل الالتهاب وين؟ للانسجه الرابطه للتوث اللي للبدي ليجمنت. اوكي، ويسمونه البريودنتايتس. بعد وما يوقف عند هذا الحد، الالتهاب وين يروح؟ مو بس بالاربطه البدي، الله قبل يروح المن للبون اللي هو الاليفيولار بروسيس او التوث سوكت، ويسوي بيه التهاب ويبدا يتاكل البون ويبدا التوث يتحرك. ليش هو يتحرك؟ معناه ماكو بون، صار ديستركشن بيمن، تحطم بالعظم الساند للتوث. لايك ذس، هذا باد لكيريس توث، هذا باد لكيريس توث، يعني هذا انديكيتد ممكن اقل عاني. بس يجي واحد يقول يا دكتور زين هذا مو يتحشى، ممكن الحشي؟ احنا نعم ممكن، لكن احنا هي انديكيشن، احنا نحكي احنا مو شرطا. الانديكيشنز هو ممكن تقلعه، بس مثلا يجوز المريض يرفض، يجوز المريض يجوز يقول لك انا ما اريد اسوي له حشوه جذر، انا اريد اقلعه دكتور، تقلع يعني هذا باد لكيريس توث. لكن هسه العلم الحديث بدا انه هذا يسوي له اندو ويسوي له بولد اب ويسوي له كراون، لكن ايش قد بي سيرفيس تايم؟ هاي الطريقه ايش قد بي سيرفيس تايم؟ يعني هو باد لكيريس،
يعني صح انت تسوي له حشوة جذر عنده وتبقيهم مكان التوث، و تسوي له بولد اب تبنيه وتخلي له كراون يعني كفرج تغطيه، يعني شلون تاخذونه انتم بالتجاره والجسور. لكن ايش قد راح يصمد، ايش قد راح يتحمل الماسكتر فورس هو هذا التوث؟ يجوز ورا شهر ورا شهرين، يعني انت مو شوف لك صوره شفتها ناشرينها توث بادلي كيريوس مسوينه بولد اب، الله شنو هذا؟ صحيح هو شكله حلو يخبل بالضبط، لكن من يقول لك بعد شهر شهرين ما يصير بيه فراكتشر وينكسر؟ فهي تعتمد على المريض، نجاء المريض هو اصلا يعني اذا هذا هو يعني هذا الميض وين تنجى عنده حشوه الجذر هذا المريض؟ اذا هو سنه الطبيعي ما حافظ عليه فتنجى عنده حشوه الجذر وهو باد اورال هايجين، فهذا التوث هو ممكن انه ينقلع. بعد هذا سيفير بيريودنتال ديزيز، شوف اكو موبيلتي، شوف الكالكولس، شوف الباد اورال هايجين، شوف الدرفتنج بالتيث، الاسنان حتى مو صوره مستقيمه يعني صار بها متحركه متخلخله، شوف ماكو بون، شوف البون، البون لازم هنا يوصل، شوف هذا كله معنى ماكو بون، شوف هذا من نادي ديفيشنسي فيرتيكال لوس اوف بون، فهذا سيفير بيريودنتال ديزيز. هذا عنده التهابات باللثه ما عالجه، صار عنده تكلسات، شوف هاي التكلسات الكالكولس، و بدا العظم يتاكل وبالنهايه صار التوث بموبيلتي انديكيتد فور كونستراكشن. بعد بالب باثولوجي، فور اكزامبل اكيوت اور كرونيك بالبايتس ار نون تريتابل بالب ليجن اف اندودونتيك ثيرابي وازنت باسبل اور اف ذا توث ازنت امنبل فور اندودونتيك تريتمنت سو كونستراكشن از انديكيتد. يعني البالب باثولوجي هي نفس الشيء، كرونيك بالبايتس اكيوت بالبايتس، اذا ما تعالج قرر الطبيب ما يقدر يعالجه لانه المريض ما يريد، التوث ما يتحمل، التوث ضعيف ويك ما بي توث ستراكشر كافي، فيتوقع الطبيب انه ده يصير بمضاعفات اذا حشى حشوه جذر فهذا ممكن يقلعه. بعد ابيكال باثولوجي، بيري ابيكال ليجن لايك بيري ابيكال ابسس جرانيلوما اور سيست if the teeth fail to respond to all conservative treatment to resolve بيري ابيكال باثولوجي so they are indicated for extraction. الابيكال باثولوجي هو اكو فد عله، هو اكو فد سبب، واكو فد مشكله، وين صايره؟ بالابيكال، وين الابيكال فورامين؟ قمه الجذر. مين اجت هاي؟ من الهواء؟ لا، التوث هو بالبايتس او عند بيريودنتال ليجن، وهاي البالبايتس ما تعالجت اني تريتد او تريتد لكن مو بشكل صحيح، اما ما تعالجت وبدت تنتقل للابيكال اريا او سواله عنده، ممكن المريض سواله عنده دونتك تريتمنت، لكن هاي عنده دونتك تريتمنت شنو؟ فيلد، ما نجحت، فشلت اما بسبب التكنيك اللي استخدمه الطبيب او سبب هو المريض انه ما اعتنى بها، ما اعتنى بالماوث هايجين بالاورال هايجين مالته، وهاي ممكن يعني معناها التوث اكستراكشن. والبرابيكال ليجن مثل من ممكن يصير جراحه بها خراج او جرانيلوما او شنو سيست كيس جراحي او جرانيلوما. اوكي لايك ذس، هاي شوف هذا باد الكيريس توث، شوف الكراون كله رايح وين واصل؟ الكورونال بالب كله ما موجود، شوفه وين واصل؟ واصل للريديكولار بالب، شوف هاي البيري ابيكال باثولوجي نقصد عليها، هاي جرانيلوما اللي هي عباره عن بون ريزوربشن تاكل بالعظم قمه الجذر لايك ذس. هذا التوث مسوي له اندو، هاي اندو، هاي فيلينج، لكن الاندو هنا اكو بيها مشكله، الاندو هنا شورت قصيره لازم توصل لهنا القتا بيركه، فهاي الاندو مو صحيحه، فصار عند المريض صار عنده بري ابيكال شنو؟ شوف هاي هذا السواد لاحظ له على هذا السواد يسمونه بيري ابيكال باثولوجي او بيري ابيكال ليجن، نقطه راس سطر افتهم لي هيك، هذا يسمونه بيري ابيكال باثولوجي، السواد هذا، هاي المنطقه اللي يسمونها علميا راديو لوسنت ليجن، المفروض تاخذونها بالاشعه راديو لوسنت ليجن. اوكي هاي حشوه الجذر شنو؟ مو صحيحه بيها مشكله، فصارت شنو؟ بيري ابيكال ليجن اور باثولوجي، هاي ممكن تصير كيس، ممكن تصير جراحه، ممكن تصير اوكي. هنا سج واحد يقول زين دكتور احنا ليش نقلع هذا؟ هو ممكن ينقلع، احنا نحكي شروط مو شروط جازمه، مو 100% ممكن ينقلع ممكن ما ينقلع، يعني هسه هذا ممكن ينقلع اكو ممكن ما ينقلع، ممكن يعيدون حشوه الجذر يسوون ريبيت
ذي اندودونتيك تريتمنت، يوخرون هذا يشيلونها ريموفال للجيتا بيركا ويسوون جيتا بيركا ريفيلنج، وممكن يبقى على المتابعه لمده اشهر سنه ويشوفون اكو ريسبونس اكو استجابه لو ماكو استجابه. اوكي ممكن لا يسوون عمليه جراحيه هنا يسوون بهذا المكان اوكي ويبقون التوث. فمو معناها احنا من نقول يا بهذا التوث يراد لازم ينقلع، انا ما اقول لازم ينقلع، لا انتبهوا الكلام انا يعني واضح ودقيق، ما اقول لازم ينقلع، اقول واحده من الخيارات الممكنه انه اقدر اسوي الاكستراكشن، واللي هي بهاي الكيس هو فشل حشوه الجذر والمريض مثلا ما رفض انه تنعاد حشوه الجذر، لا دكتور انا مليت وضجت واريدك تقلع لي، تقدر تقلعها علميا؟ نعم اقدر اقلعها علميا، هذا اللي اقصد به يعني. والله مو هسه يجي واحد شايف له بيجبل انستا وساعمل حكايه، لا هذا التوث ممكن ينقلع ممكن ما ينقلع. اوكي انا دا احكي الشروط مال القلع ودا احكي الانديكيشنز، لكن شنو بصوره عامه، وهاي الانديكيشنز ممكن اكو بها قديمه، ممكن من خلوها ما خلوها بوكت ماكو حلول كان الثانيه، لكن هسه اكو هاي حلول غير القلع. اوكي لكن اكو شغله هي يسمونها السيرفيس تايم، من راح تجعوف القلع وتسوي له التريتمنت الفلانيه ايش قد راح تفيد المريض، تفيده كشهر شهرين، لو تفيده كسنه سنتين، اذا تفيده الشغله كسنه سنتين سويها، بس اذا كشهر شهرين لا هاي ما راح تفيد، فتقلع التوث افضل لك. وانا دا احكي بصوره عامه، بصوره عامه ان جنرال. اوكي نفس الشيء هذا التوث، اوكي هذا التوث، لكن هذا التوث هو يعني سو باد كيريوس، هذا انديكيتد يعني، هذا انديكيتد يعني فور كونستراكشن 100%. اوكي بعد اورثودونتيك ريزن، واحده من الاسباب اللي يقلع تؤدي الى القلع اللي هي اسباب تقويميه. During the course of the orthodontic treatment the tooth may be constructed for therapeutic extraction, construction of the upper four for treatment of the malpass upper three, construction of the teeth provide a space for treatment alignment. القلع طبعا تقويم الاسنان القلع كلش ضروري، حتى شنو اما مرات نحتاجه كعلاج ثيرابي يسمونه ثيرابيوتيك اكستراكشن، يعني اكو تزاحم بالاسنان اكو كراودنج، يعني الاسنان مخربطه ما مصفطه بصوره صحيحه، يعني اوت اوف ذا ارش خارج الارش تكون، اما راح باليتالي او راح بكالي او ليبيال او فيشالي، فبهاي الحاله شو يسوون؟ يقلعون بعض الاسنان حتى شنو تو كرييت ا سبيس، حتى يخلون مجال لمن للاسنان ويصفطون الاسنان، فهم دائما يضحون بالابر فور. اوكي ليش؟ لانه هو قريب على الكناين، والكناين هو دائما يصير فيه المشكله، حتى الكناين يلقوا له مكان ما يصير يضحون بالكناين، لان الكناين هو الكيستون اوف اكلوجن، هو الكيستون اوف تيث، هو الكيستون حجر الزاويه وبيضه القبار مثل ما يقولون بالاكلوجن، لذلك ما يضحون بالكناين. اوكي فيضحون بما بالفور. بعد مال بوز تيث، الاسنان المخربطه اللي مكانها مو صحيح، تيث which erupted out of arch line when they are difficult to clean are not amenable to for orthodontic treatment. اكو بعض الاسنان مو كل سن هو اعوج او خارج الارج يقدر طبيب الاسنان اختصاص التقويم يقدر يراجعها، اكو اسنان ما يقدر يرجعها لان بها مشاكل، بها بون هواي، هي بعيده، نسبه نجاحها قليله، تاخذ وقت وممكن تاذي تسوي لي مشاكل، فهاي شنو يقول يابا خلينا نقلعها افضل. بعد بريفنتيف اكستراكشن، القلع الوقائي، means during the mixed dentition permanent and deciduous teeth period the dentist may extract few deciduous teeth to provide a future to prevent the future malocclusion. القلع الوقائي هذا دائما يكون بالاطفال بالميكس دنتيشن، يعني بالفتره من الثمان سنوات ممكن لل 11 سنه. اوكي اكو هاي الفتره يسمونها فتره مختلطه، بها اسنان لبنيه واسنان دائميه. اوكي ف اكو تصير مشكله هنا، تصير خربطه بالاسنان، تصير تزاحم بالاسنان، فيبدا طبيب الاسنان اخصائي التقويم او الطبيب الاسنان العادي يلاحظ هذا الشيء، فيحول المريض لمن يحوله؟ لاخصائي التقويم، اخصائي التقويم يقول يابا خلينا نقلع احنا بعض الاسنان اللبنيه نضحي بها على مود شنو؟ ما يصير تزاحم بالمستقبل، ما يصير كراودنج to avoid the malposition to avoid the orthodontic problems in the future like this. لو تلاحظ هنا هذا
هاي المكزيلا. شوف الكراودنج، شوف هنا، شوف الكراودنج، شوف اللاترال، شوف السنترال، شوف الكناين. اوكي، فهاي هنا ما يقدر هنا يسوي. طبيب الاسنان يقدر يسوي تقويم ويعدل هاي الاسنان لان ما عنده مجال كافي، ما يقدر يصفط ان هو يعدلهن. ليش؟ لان هنا الارج هو صغير ممكن، والاسنان هي حجمها كبير. ف شو يسوي؟ يقلع الابر فورس، يسوي اكستراكشن للابر فورس حتى يجيب يصفط الكنان هنا، يخليه ويصفطهن بصوره صحيحه ويرتبهن بصوره صح، يسوي جود الاينمنت. هنا مثلا شوف هاي، شوف هذا مال بوز تيث، هاي مال بوز، هاي باللور ارش مال بوز تيث. شوف هنا لو تلاحظ هنا، شوف مال بوز تيث هنا الفور، شوف هذا اللاترال، هذا الكناين، هذا الفايف وهذا الفور. شوف الفور هنا شلون صاير. اوكي، هذا السنترال لاترال كنان، شوف الفور. اوكي، وهذا حتى ممكن اكسترا توث، هذا ممكن زايد هنا. اوكي زين، هنا شلون؟ هنا ممكن، اما شوفوا راي طبيب اسنان اخصائي التقويم يقول يابا اقلع هاي اسنان هنا واسوي ثيرابيوتيك اكستراكشن والاينمنت واصفط الاسنان، ارتب الاسنان. طبعا مو احنا نقول، هو اختصاص التقويم هو يفتينا بها، احنا ما لنا علاقه، احنا نحترم الناس اللي اختصاص رايهم. او يقول لا والله احنا هذني ما بهن فائده فاحنا نقلعهن. اوكي، فهذا مرات يسمونه الاكستراكشن، نقلعهن. نجي بروستاتيك كونسيدريشنز، مرات نقلع الاسنان لغرض تركيب الطقم البروستاتيك. اكستراكشن اوف تيث ار انديكيتد تو بروفايد بيتر ديزاين اند سكسس اوف بارشال دنتشر، فيو تيث مي بي اكستراكتد تو انابل ذا بيشنت تو هاف كومبليت دنتشر فول ماوث كليرنس. يعني تركيب الاسنان الطقم، اما المتحرك يقصد به، اما الكامل او الجزئي. مرات تكون اسنان يعني بها مثل صلاح، يعني سيفير بالبايتس بها، ممكن اكو لس نمبر اوف تيث ان وان ارش، يعني مثلا المكزيلا اللي بيها بس اثنين تو تيث او ثري تيث، فانت تسوي تيث سوى ارش، فانت تقلعهن وتسوي له ارش كامل. اوكي، او المريض يرفض انه يقول لك يا دكتور انا ما اريد تسوي لي بارشال دنشر، انا عندي بس اثنين اسنان، فانت اقلع لي اياهن وسوي لي فج كامل، طقم كامل. هذا هو اللي يقصد به. فمرات اكو اسباب لها علاقه بصناعه الاسنان انه نقلع الاسنان. Impacted teeth هاي كلها تعرفون الاسنان المطموره. Rotation of the erupted teeth beyond the normal time of eruption. The impacted teeth are indicated for extraction when they are responsible for vagofacial vein, periodontal problems and adjoining teeth, TMJ problems, pony pathology, cyst, dentigerous cyst tumor, or may predispose to the anterior teeth crowding, significant infection, pericoronitis, partial erupted third molar. الاسنان المطموره طلاب اكو قاعده وبيزك، انا احكي لك خبره، احكي لك علم. نت اكستراكتد الا سبتوماتيك وبها انواع. اوكي، احنا ما نقلعها الا اذا سوت لنا مشاكل، نعوفها مكانها. الا اذا بتبدي تسوي مشاكل نقلعها. شنو هي المشاكل؟ تسوي فاجيو فيشل بين. شنو فاجيو؟ الم غامض للوجه، يعني الم خادع ما حد يقدر يكتشفه، لكن هو سبب شنو؟ تجي تفحص المريض تشوفه كل شيء ما عنده، الاسنان مالته صاق سليم كلين جود اورال هايجين، اسنانه كلها محشيه، تاخذ له اشعه اكس راي يشوف ما عنده مشكله. لكن شنو بيمن الشك؟ الشك انه هو بسن العقل، سن العقل هنا امباكت، ممكن هذا يسوي له الم، هو اللي مسوي له الم، والم مستمر بين فتره فتره كل اسبوع يجي. فممكن انه الشك انه تقول يابا هذا الالم هو مين المصدر مالته؟ الامباكت التوث، لذلك يسمون الالم الوجهي المخفي. اوكي، طبعا هاي مو انت تقرر. اوكي، هاي ناس سبيشالست، انت ما تقرر كطبيب اسنان عام، انت الشيك ممكن ايه، لكن ما تقرر انه ينقلع لو ما ينقلع من عندنا مو من عند الالم. بيرودنتال بروبلمز اوف ادجوينك تيث، اكو مشاكل بالبيرودنتال بروبلمز بالادجوينك تيث، ممكن هذا السن المطمور يسوي لي مشاكل وين؟ يدفع الاسنان ويسوي لي مشاكل بالاسنان اللي داير بدايره. بعد تي ام جي بروبلمز ممكن يسوي لي مشكله بالاطباق ومشكله بالتي ام جي، فممكن انا يلا اقلع. بعد بوني باثولوجي ممكن يسوي لي اكياس، يسوي لي اورام، فاني لازم اقلع. ممكن يسوي لي كراودنج، وهاي دوم نشوفه احنا بالانتيرير تيث، هم اسوي له اكستراكشن، بريفنتيف اكستراكشن. دائما غالبا وليس دائما اللور ايت من يبدي يصير بي اربشن
خصوصا بال 17 بال 18 بال 19 years يبدي يسوي crowding of the lower anterior teeth. فبهاي الحالة should be extracted. و significant infection اللي هي البيريكورونيتس وهاي most common شايفينه شو صار حتى بيكم من يطلع نص او ثلث او ربع من اللور ايت اوكي او الابر ايت فيسوي بيريكورونيتس التهاب داير ما داير تاج السن يسمونه like this high impacted teeth. شوف هاي ماسكر يعني هاي اكثر من impacted teeth اوكي lower canine 4 no اوكي super enumerary tooth او teeth او يسمون extra teeth or tooth. These teeth may be impacted or malposed and such teeth may be predisposed to malocclusion, periodontal disease, facial pain, aesthetic problem, bony pathology, preventing eruption of other teeth. يعني هاي الاسنان الاسنان الزائدة يسمونها الاسنان الزائدة يعني like this هذا mesodens between the upper central incisor هذا super enumerate يعني هذا ليش ابقي يعني should be extracted هذا اقلع وهذا زين هسه هذا ظاهر erupted لكن اكو بين non erupted اكو بين مضمور يعني هو super enumerate وبنفس الوقت ما طالع non erupted يعني impacted tooth فلازم احنا مرات نقلعه حتى ما يصير بي سيست ما يصير بي التهابات اوكي ما يصير بي مشاكل tooth in the line of the fracture of the jaw اذا صار اكو فراكتشر بعظم الفك بالجو واكو توث بمكان الكسر بمنطقة الكسر the tooth may be extracted if it is the source of the infection at the site of the fracture the tooth itself fracture interfere with the fracture reduction interfere with healing fracture اكو مرات من يصير كسر بالفك الاعلى او الفك الاسفل مرات اكو اسنان تصير قريبه او بالضبط بخط الكسر بمكان الكسر يعني خط الكسر يمر بصفها او يمر عليها بهاي الحاله انا شو اسوي اللي هو السيرجن المكسيلوفيشال سيرجن شو اسوي يقلع هاي الاسنان يبقيها هذا يعتمد على هواي امور طلاب ما نريد ندخل بها بإرهاد المصرف خليك على قد حالك الان على قد هاي المعلومات البسيطه التوث هو نفسه تبي كسر وما يصلح طبعا هم تبقى التفاصيل بس لكن الكسر مالته كلش مزعج وخصوصا يسمونه لونجيتودينال فراكتشر كسر مالته بالطول يكون من الطول للطول من الكراون للروت هذا معناه لازم يقلع بعد انترفير وذ فراكتشر ريدكشن يعني يسوي لي مشكله اثناء ما ارجع الكسر ما اقدر ارجع الكسر لمكانه الا اقلع هذا التوث بهاي الحاله اقلعه و انترفير وذ هيلينج فراكتشر لان الكسر لازم من ارجع لمكانه و اثبت بايرات او بصفائح معدنيه لازم هذا التوث ما يصير به التهابات واذا صار به التهابات حيأثر لي علما على فتره الشفاء مال من مال البون فراكتشر مال الهيلنج يسمونه فبهاي الحاله انا شو اسوي اضطر اقلع التوث اذا كان طبعا الصحه مال التوث ما تتحمل اذا كان هو باد لكيريس مثلا الفراكتشر مالته سو باد البيشنت هو بي موبيليتي موبيليتي كلش عاليه بي موبيليتي حركه بي البيشنت هو اشوفه اني ما اثق بيه نن ادجوكيتد باد اورال هايجين ما راح يهتم بنظافه الكسر مالته وبنظافه الجرح مالته فممكن هذا ازيد الطين بله انا عندي كسر والكسر اريد يطيب زين انا مخلي يمه بصفه عبوه ناسفه او لغم على ساعه ينفجر والمريض ما داير باله على ساعه يدوس اللغم فش اسوي اني حتى اتجنب هاي اضحي بالتوث في سبيل يصير عندي الأهم اللي هو شفاء والتئام كسر الفك like this شوف هسه هذا فراكتشر يعني هسه هذا التوث اللي هنا هذا سنترال وهذا اوبليك فراكتشر بالانتيريور ريجن اوف ذا ماندبل بالسيمفيسيس ريجن هذا اقلع ابقي هاي يتحقق به عوامل وهو السيرجن هو يقرر وهنا نفس الشيء خصوصا لو رأيت بهذا المكان ابقي اقلع وهكذا teeth in relation to bony pathology الأسنان اللي هي العلاقة بالبوني باثولوجي they are indicated for extraction if they are involved cyst formation, neoplasm, osteomalacies يعني الأسنان هي موجودة بالفك لكن هاي الأسنان اكو جواها ممكن cyst كيس او تيومر او ورم حميد او خبيث او اكو التهاب osteomalacies اللي هو infection of bone التهاب بالعظم فهاي الاسنان شنو وضعها؟ اقدر اشيلها؟ نعم اقدر اشيلها، لكن اشيلها وحدها؟ لا ما اشيلها وحدها. يعني ما يصير انا اشيل التوث وعوف السيست. لازم اشيل السيست واشيل التوث اذا اقرر اسوي قلع للتوث. زين اشيل الورم وعوف التوث؟ لا، لو اشيل بس التوث وعوف الورم؟ لا، لازم اثنيناتهم اشيلهم. اشيل التوث وش اشيل؟
الورم. هاي شنو معناها؟ معناها ممكن مرات طلاب الاكياس والاورام لها علاقه ويا الاسنان اللي فوقها، يعني هي الاسنان سوت الورم وهي الاسنان سوت شنو؟ سوت الكيس. لذلك من اجي اسوي عمليه حتى اشيل الكيس واشيل الورم، لازم اشيل الكيس والورم بصوره كامله واشيل ويا السن. لكن في بعض الاحيان هذا السن وهذا ما له علاقه لا بالكيس ولا بالورم، مرات ما له علاقه. فانا في هاي الحاله شو اسوي؟ اقول بما انه الكيس ما له علاقه بالورم بالتوث، والورم هذا ما له علاقه بالتوث، فانا شو اسوي؟ اشيل بس الورم واعوف التوث. هاي قرره هو الجراح حسب الفحوصات والاشعاعات والتحاليل اللي يسويها، وهو قراره. ولكن في اغلب الاحيان هو شنو؟ التوث يضحون به، ينشال مع الكيس وينشال مع الورم، خصوصا مع الاورام. الاكياس ممكن نبقيها، ممكن نبقي مرات الاسنان اذا كان شنو؟ صالحه للعمل، نقدر نسوي لها اندو، نقدر نسوي لها متابعه، المريض كوبرتيف متعاون وادجوكيتد مثقف ويعرف انه هذا ترى اكو كيس وشلت له الكيس، لكن بقى السنوي راد له متابعه، يعني ما اريد ندخلكم بها، لكن هو يصير ومرات ما يصير. او التهاب بالعظم، اكو التهاب بالعظم، يعني تشيل بس التوث وتبقى الالتهاب؟ لو لا لا، لازم تشيل التوث وتعالج الالتهاب، مو كافي اشيل بس التوث وابقى الالتهاب، لازم اعالج الالتهاب واشيل التوث، اسوي اكستراكشن للتوث. فهاي اقصد بها التوث او التيث ان ريليشن تو بوني باثولوجي لايك ذس. This large tumor associated with the lower posterior teeth. شوف هذا تيومر كلش كبير. تيومر كلش كبير هذا اللي تيومر. لارج تيومر شوف. شوف. شوف هذا. شوف حتى مسوي درفتنج. حتى مخربط الاسنان. هذا ماس يعني لارج لارج تيومر. يعني هذا اني من يجيك انت كطبيب اسنان بالعياده او بالعيادات مال المستشفى، ويجيك مريض والله دكتور هذا خلينا نقلع على هذا المريض، هذا نت انديكيتد فور اكستراكشن، نت انديكيتد لي وحده قصدي، يعني هذا ما يشيل نقلع بس التوث ونعوف الورم، هذا اللي اقصد به. هذا غلط انه انت تقلع بس التوث، لانه ممكن التوث تلقيه يتحرك والمريض مضوجه، غلط ما يصير، لان انت ممكن القلح يؤذي المريض بالزايد ما حينفعه. لكن هذا قبل الحاله تحول الى مكزيلو فيشل سيرجن، وهو يقرر لازم شنو يسوي، يشيل هذا التيومر، بالنهايه هو يشيل الاسنان بعد الاشعاعات والفحوصات والتحاليل. فهاي الاسنان ممكن نشيلها؟ نعم ممكن نشيلها، لكن الون وحدها لا، غلط مو وحدها، لازم ينشال الورم وتنشال الاسنان وياه. اوكي هذا اللي اقصده. root fragment retained root بقايا الجذور او قطع الجذور. retained root may remain embedded in the bone without problems for a long period but sometimes removal of such root may be necessary. for example طلاب ال fragment of roots pieces of roots سواء small pieces or large pieces may be remain in your jaws for a long period of time without any problems. يعني asymptomatic مرات القطع الصغيرة الكبيرة مال الجذور سواء انت كسرت او انكسرت او عفتها او غيرك او هو المريض كسرها وعاف او صار بها تسوس لاي سبب كان وبقت، ممكن تبقى لفترات طويله وهي ما تاذي المريض، لكن تجي فتره انه المريض يشتكي من عندها، تبدي تسوي له الم، تبدي تسوي له التهابات، تبدي تضايقه فيبدي يراجع عليها. For example, root may be the of the submucosal level produce with recurrent ulceration under the denture. واحده من الامثله انه بقايا الجذور تكون قريبه على الميوكوزا، فالمريض ما يدري بها، ناسيها، والطبيب سوى الدنشر ما اخذ اشعه وشاف اكو جذر هنا، ما يصير اسوي تركيب. اوكي فبهاي الحاله شو يسوي؟ فهو راح على حب الله سوى له دنشر، لانه ماكو ما يشوف اكو شيء، لانه ما يشوف شافها بعينه، ما يدري جوا اكو روت، ما اخذ له اشعه، فسوى له الدنشر، ركب الدنشر، الدنشر بدا يضغط، المريض مو بدا ياكل. During the mastication, during the time the patient gradually complain or suffering from something wrong, something ulceration below the denture. ورا فترة ورا ما بدأ المريض ياكل بدأ يتحسس إنه يا ترى أكو شيء ده يطخ، أكو شيء يأذيني، ومن يبدل الطقم من يوخره ينفه شاف أكو شنو، أكو فد شحفورة حافة حادة، يبدي يراجع عليها.
يعني هذا شنو معناه؟ معناه اكو قطعه مال الجذر صايره جوا الدنشر. Root fragment may be involved in the initiation of the bony lesion such as osteomyelitis, cystic neoplasm. وبعض الروت فراجمنت اللي هي العلاقه ويا من قلنا مع الاكياس مع الاورام. وروت ان كلوز ريليشن تو ذا نيوروفاسكولار باندل inferior dental nerve. So the patient may complain from facial pain, numbness in the area supplied by this nerve. مرات بعض القطع مال الجذور او pieces of the root تكون قريبه من المنتال نيرف من الانفيرير دنتال نيرف، لذلك حتبدي تسوي ضغط او تكون قريبه على العصب فالمريض يبدي يشتكي من عندها. اوكي وتبين بالاشعه. Like this high retained roots. High retained root of the lower six should be extracted. هذا هم retained root. اوكي هذا retained roots upper central. Teeth prior to radiation before the radiotherapy. واحدة من الأسنان اللي نقدر نقلعها هم يسمونها teeth prior to irradiation. الأسنان قبل نقلعها قبل ما المريض ياخذ اشعاع. مثلا مريض عنده فد مرض الله يكفينا الشر مزين يعني سي اي كانسر عنده مثلا بالجو عنده بالابر جو فالسي اي او سي اي تانك عنده سي اي لب. اوكي وهذا المريض سووا له عمليه اوكي او قبل ما يسوي له عمليه ها الطبيب قال يا بعدنا لازم اقلع اسنانه. ليش؟ لان اكو علاقه بين قلع الاسنان والاشعاع. لان هذا المريض عنده ورم خبيث وهذا الورم الخبيث لازم الجراح يشيله. ورم يشيله شمطي وراه يمطي اما اشعاع او يمطي علاج كيميائي. هاي سامعين بيها وتعرفون بيها. لذلك ما يصير اني التوث اسوي له قلع مو ما يصير نهائيا. ما يصير اسوي له قلع ما بعد العمليه. ليش؟ لانه هذا حياخذ اشعاع وهذا الاشعاع حيأثر على عملية شنو؟ التئام الجرح ما بعد القلع. أنا التوث من أقلعه غير لازم يطيب مكانه، غير لازم يطيب يصير به هيلينج. زين إذا المريض عنده مرض خبيث وأنا ما قلعت التوث مالته ورحت سويت له عملية ورأسا ورا العملية سويت ورا بشهر شهرين وطيته إشعاع راح أخذ إشعاع راح أخذ كيمياوي أو أخذ إشعاع ها؟ وراء قلعت السين هاي راح تصير مشكله هنا راح تصير مشكله تصير هاي المشكله طلاب شوفوا يسمونه اوستيو راديو اوستيو من العظم اوستيو راديو نيكروسيس يصير تاكل بالعظم وبالاسنان وبالفك. شوف هذا شوف النيكروتيك بون شوف هذا توث هنا مسوي لي اكستراكشن. هذا المريض ماخذ راديو ثيرابي ماخذ علاج اشعاعي. شوف البون شوف حتى اكو ألسريشن هنا نن هيلد. لاحظ هنا شوف كميه السيكوستريشن كميه العفونه وكميه النكروسيس بون العظم الميت هنا. هذا المريض عنده ورم وهذا الورم شاله الجراح له وسوى له عمليه لكن ورا العمليه قلعوا اسنانه وطبعا هو اخذ اشعاع لانه ورا العمليه لازم ياخذ اشعاع او ياخذ علاج كيميائي. اذا هاي المقدمه اتصور فهمتوها. Radiation is one of the methods for treating the oral carcinomas and the teeth which is can't kept in the sound condition should be removed before the radiation because the extraction of tooth in the irradiated jaw with supradid infection superadded infection will lead to develop of osteoradionecrosis of the jaw bone which is serious complication and difficult to be treated. اذا المريض اللي يجيك مثلا خلنا نقرب لك اياها بالعياده كلينيكا مريض جاك قال لك دكتور انا عندي اسنان وعندي ورم خبيث فكي وراح يسوي له عمليه ودزني الجراح قال لي ابى اقلع الاسنان. يعني الجراح مثلا بغير مكان هو بيته مثلا الجراح بالنجف او بغداد وهو بيته مثلا بالناصريه بيته بالسماوه بعيد عن مكان العمليه. فالجراح كتب له رساله لاي طبيب اسنان قال يا ابي لازم تقلع اسنانك. طبعا اقلع اسنانه يا هنه كل اسنانه لا الاسنان اللي بين مشكله. مختصر الكلام لازم المريض اي مريض عنده اورام خبيثه داخل الفم مالته لازم اسنانه تنفحص كلها قبل العمليه
حتى السن اللي يتحشى يتحشى، اللي ينقل ينقله، اللي نسوي له اندو نسوي له اندو، اللي نعالجه نعالجه قبل العمليه، حتى شنو تو افويد ذا بوست سيرجيكال اكستراكشن، حتى اتجنب القلع ما بعد العمليه الجراحيه اللي هي عمليه رفع الورم، لانه وراء عمليه رفع الورم راح يتعرض الى اشعاع، وهذا الاشعاع راح ياثر على البلس سبلاي مال الفك، وراح الجرح مالتي ما يطيب اذا اقلع. فهاي الشغله كلش مهمه، وهاي شلون نعرفها من الهيستوري، من المحاضرات الاولى لازم تاخذ هيستوري. يعني مريض جاك للعياده قال لك دكتور انت تاخذ هيستوري، قال لك دكتور بس انا مسوي عمليه بالفك صار لي شهر ونص وبديت اخذ اشعاع، هو جاك عنده مثلا لور 6 عنده سيفير بين، ويقول لك دكتور انا اريد اقلع، انت قبل تخلي الفورسبس تنطي بنج وتقلع ما يصير، انا بهاي الحاله لازم تسوي استشاره للسيرجن مالته، اذا السيرجن بغير مكان تسوي استشاره للسيرجن اللي موجود بمنطقتك بمحافظتك تعرفه، تسوي له استشاره، لان هاي راح تصير لك مشكله وانت ما تخلص من عندها، راح تقلع التوث لكن هذا التوث ما راح يطيب المكان مالته، وراح يبقى المريض يراجعك يوميا ويسوي لك مشكله. اوكي focal sepsis of teeth in patient with systemic disorders. شنو هاي focal sepsis of teeth in patient with systemic disorders؟ عندنا مريض عنده systemic disorders، عنده مشاكل systemically. اوكي بهاي الحاله مثل ايش دوله؟ دول يقصد بهم يعني شبيهه بذيك الحاله اللي قبلها، مرضى اللي عندهم عمليات يردون هم يسوون عمليه، مثلا مريض اللي يسوي عمليه تبديل صمام او جراحه قلب او تبديل مفاصل. اوكي فذول المرضى شو يسوونهم بالبدايه؟ احنا شفناها بالدراسات بالبورد، مثل مريض يردون يبدلوا له مفصل للركبه، مفصل الورك اليك، او يسووا له هارت فالف ريبليسمنت تبديل الصمام، ذولا ما يسوي لهم عمليات مباشرة، وين يدزونهم؟ على طبيب الأسنان الاختصاص، يودونهم على قسم الجراحة، يا بشوفون نيام شنو الأسنان اللي يراد لها تترمم تتعالج تنقلع قبل ما يسوي له عملية، يعني قبل ما يسوي له عملية للقلب أو يبدلون الركبة مالته أو المفصل يودون على طبيب الأسنان يبدي يسوي له فول ماوث تريتمنت، يعني ممكن ينظف أسنانه، الأسنان اللي تحتاج قلع يقلعها، الأسنان اللي تحتاج حشوات يسوي لها حشوات، اوكي الاسنان اللي تحتاج تركيب يسوي لها فول ماوث تريتمنت اللي يقدر له، واللي ما يقدر لها الاسنان لازم يقلعها. ليش؟ لانه ورا العمليه يصير صعوبه عند ذول المرضى انه نقلع اسنانهم. Sometimes teeth or a tooth may appear sound clinically. اوكي but on radiograph examination the tooth may appear be considered to foci of the infection. Teeth with periapical pathology, periodontal problems, these teeth or tooth should be extracted especially in certain conditions. Heart valve replacement, kidney transplant, eye surgery. بالتكماني عمليات هي تبديل الركبة مفصل الركبة، عمليات في القلب المفتوح، تبديل الصمامات، زراعة الشرايين، الاي سيرجري، الكيدني ترانسبلانت، عمليات الزرع مال الكلية. فذول المرضى لأن ذول المرضى ليش؟ لأن ذول المرضى ورا العملية مناعتهم تقل، مناعتهم أكو أدوية تأثر على القلع، فيابا أنت من البداية شوفه شو يحتاج، حتى شنو احنا بعدين ورا العمليه نتجنب القلع، نحاول نتجنب القلع عند هؤلاء المرضى، خصوصا مرات انه السن تشوفه ما بيشي لكن هو اكو بيه مشكله، تشوفه ساوند ما بيشي لكن اكو بيه التهاب، اكو بيه جراحه جوا بالبرابيكال ريجن، اكو بيه التهابات، اكو بيه ممكن سيست، ممكن اسوشيتد وذ ماس اور تيومر، therefore should be referral this patient to the maxillofacial surgeon, to the oral surgeon, and this surgeon will be determined if the tooth is indicated for extraction or not. Like this. يعني شوف هسه هذا مريض. هذا هاي lower six. هنا المريض مسوي اندو واكو عنده شوف عنده periapical pathology, periapical lesion من الاندودونتيك تريتمنت. يعني خلينا نقول لو نفترض هذا المريض راح يجرح القلب وعنده مشكلة بالصمام، يريد يبدل له واحدة من الصمامات المايترال فالف، الصمام التاجي هو الغالب يبدلونه، فأخصائي جراحة القلب قال له يا بلازم أحولك إلى طبيب أسنان أخصائي حتى يفحص أسنانك، فهذا من راح يجينا يجينا للاستشارية للعيادة لأي مكان في المريض، نجي إحنا نشوف نفحص أسنانه، يعني أنا هذا شمدري أنا بيمسوي حشوة جدر إلا إذا هو قال لي
هو ادز عليه يعني واحد وحده من شغلات الفحص هي انه شنو اخذ له اشعات. فهذا المير اللي ورا ما اخذت له اشعه شبت ايش عنده؟ عنده حشوه جذر روت كانال مسوي، لكن روت كانال ايش بيه؟ بيها مشكله، بيها بريابيكال باثولوجي. لذلك هذا المريض ما يصير يدخلونه عمليه ويسوي له يبدلوا له صمام او يزرعوا له كليه او يسوي له عمليه بالركبه مالته او تبديل مفاصل، لانه ورا العمليه ممكن هذا السن مالته هذا الالتهاب مالته يبدي يكبر ويتطور لان مناعته قلت ما بعد العمليه، وممكن الى درجه كبيره ما اقدر اسوي له علاج ما بعد العمليه. لذلك حتى يتكفون شر هاي المشاكل يقول لك يابا احنا ليش نسوي له عمليه؟ دخلي اول مره نشيك اسنانه ونرتب اسنانه من البدايه حتى بعدين ورا نسوي له العمليه، وراها بعد ما يحتاج يراجع طبيب اسنان. هاي الغرض من عنده حتى ما بعد العمليه يتجنبون المريض انه يراجع طبيب الاسنان على مو شغلات القلع وشغلات الحشوات. ليش؟ لانه هذول المرضى ورا العمليه مناعتهم تقل، واذا قلت مناعتهم ممكن التئام الجذور التئام الجروح عندهم كلش قليله خصوصا بالقلع. Did aesthetic consideration attrition tooth or with poor aesthetic due to severe tetanic tetracycline fluorosis hypoplasia of enamel or dentin and they can't be restored maybe indicated for reconstruction. اكو مرات اسباب للقلع يسمونها aesthetic يعني للشغلات الجماليه انه السن مو حلو اقلي يقلعونه، هذا يقصد به الاترشن تاكل الاسنان الصبغات لايك ذس. شوف هسه هذا تتراسايكلين ستينز، هاي تتراسايكلين ستينز خصوصا البريجننت بيشنت. اوكي البريجننت بيشنت او التشايلد اللي هو لور ذان 6 اور 8 ييرز ما يصير تنطيهم تتراسايكلين، والمراه الحامل ما يصير نعطيها تتراسايكلين كبسول، لانه شو يصير مرات؟ يصير تلون اندوجينس يسمونه staining or pigmentation of teeth. يعني هاي طبعا صارت قديمه قبل، يعني هسه الناس عرفت وعت وكل الاطباء كذلك، فبعد ما ينطون للحامل تتراسايكلين هذا الكبسول مال التهابات مال اللثه. تتراسايكلين دائما هو علاج للجنجايفال انفلاميشن اللي غالبا ما يصير خلال فتره الحمل، فينطون الاطباء للحوامل على مود يقللون التهاب اللثه اللي هي عندها كلش يكون كبير وقوي هاي الفتره من الحمل. لكن شنو اعراض الجانبيه؟ يروح على الاسنان ويسوي بها شنو تلون وتصبغات. كذلك ممكن يصير ديكالسيفيكيشن بالاسنان، ممكن يصير فلوراسيس يعني المريض ماخذ فلور هواي اما بالمي او بالاكل مالته بالحليب بالدرينكينج. اوكي فيصير مشكله زياده بنسبه الفلورايد ويسوي هاي التصبغات شوفها او ديكالسيفيكيشن او هايبومينراليزيشن، هاي مشكله او ديفكت يكون بالمينراليزيشن مال انيمال. هاي قبل كانوا ممكن يقلعون، لكن هسه العلم تطور، هسه قبل يسوي له تركيبات يسوي له حشوات الكومبوزيت دايركت فينير اندايركت فينير كراون بريدج لومونير اوكي ابتسامه هوليود هاي. ف يعني هاي قبل، هسه الان بعد ماكو قلع، يعني هاي بعد ما يقلعون الاسنان على مود انه لونه او شكله ما حلو، لا هذا قبل يسوي له حشوات ويسوي له تركيبات، لكن بدنا نحكي احنا بصوره عامه. هذا المريض هذا عنده شوف سيفير اتريشن، شوف سيفير اتريشن. حتى هذا هسه ممكن اكو مريض يعالجه، ممكن يقول لك يابا انا اسوي روت كانال يذني كل الاسنان واسوي له فول ارش تريتمنت، يقدر، لكن ايش قد قلنا السيرفيس تايم ايش قد حتبقى بحلق المريض، ايش قد حتفيده؟ مو يومين انت اوكي سويت له حشوات جذور وسويت له كراون وغلفتهن وصارن كلش حلوات بيض ويخبلن، لكن ورا شهر شهرين يجيك المريض يقول له دكتور انكسرن. صح انت تقدر تعالجن، لكن مو قويات الاسنان طلاب، لو شوف وين واصل التسوس العفو وين واصل التاكل للسيرفايكال ريجن. اوكي ذني بيهن مجال ممكن، لكن هاي الكيس نا يعني انديكيتد فور اكستراكشن. فالاتريشن هو واحده من الاسباب انه نقلع الاسنان. اوكي لكن بصوره مطلقه يعني الا نقلع؟ لا مو الا نقلع، اكو هسه وسائل العلم تطور نقدر نعالجها. نجي الكونترا انديكيشنز، هسه عرفت الانديكيشنز، هسه الكونترا انديكيشنز يعني المكانات اللي ما اقدر اقلع الاسنان بها. لوكال تنقسم الى قسمين، لوكال كونترا انديكيشنز وسيستميك كونترا انديكيشنز. اكو كونترا انديكيشنز لوكال، شنو لوكال؟ يعني لها علاقه بالتوث داير ما داير التوث،
اسباب موضعيه، واكو لا اكو سيستميك كونترا انديكيشن، اكو اسباب غير موضعيه. يعني شنو اسباب عامه؟ نجي اللوكال كونترا انديكيشنز، يعني المكانات اللي ما اقدر اقلع التوث بيها، او الحالات اللي ما اقدر اقلع التوث بيها. شنو الحالات؟ عندنا لوكال وسيستميك. اللوكال acute and uncontrolled infections، acute and uncontrolled infections. هاي خليتكم اياها بالاحمر لانه هاي قديمه، انا دا احكي شغلات قديمه وجديده. هاي in the past كاتب لك عليها and is questionable، وهنا حاكي لك اياها بالاخير قلت لك هاي old approach، اذا هاي طريقه قديمه، لكن اكثر اطباء الاسنان 99% هم يمشون عليها، فقط الجراحين، فقط المكسيلوفيشال سيرجن هم ما يتبعون هاي الطريقه. هاي شنو معناها؟ مريض عنده التهاب كلش قوي ويروح الطبيب الاسنان، طبيب الاسنان ما يقلع على السن مالته، يقول له يا لازم يخف الالتهاب، وكلكم سمعانين بيها، يخف الالتهاب، هاي هذا علاج، هاي اوبر، هاي حبوب، هاي ادويه، وبعدين يقلع لك. هاي بالكتب القديمه، بالطرق القديمه، لذلك سميت لك اياها يعني اولد ابروتش، طريقه قديمه قلت لك بيها بالماضي كانت يتبعونها، وهي عليها علامه استفهام، يعني ما متاكدين من عندها. لكن اللي دا يصير حاليا عندنا هنا بالعراق انه كل اطباء الاسنان ما عدا السيرجنز وبعض السيرجنز وليس كلهم، اي مريض يجي اسنانه مرمى بيها التهاب ينطي بس علاج ويقول له يخف الالتهاب وتعال بعدين اقلعهن. لكن احنا جراحين لا، حتى اذا اكو التهاب نقلع الاسنان، حتى وين اكو التهاب نقلع الاسنان. اذا extraction in the presence of the acute and uncontrolled infection may lead to a spread of the infection locally or systemically leading to many complications of some of them are dangerous and life threatening اللي هو cavernous sinus thrombosis وميدياستنايتيز لدوق انجينا. تعليلهم وسببهم انه ليش ما يقلعون؟ يقولون يا بتر احنا اذا نقلع ونطبين ايش حيصير؟ العدوى تنتشر لغير مكان وتكبر العدوى ويتاذى المراجع، وممكن يسوي مضاعفات، تجلط يسوي بالساينس، اوكي، ميدياستنايتس التهاب الميدياستنا مال تشيست، ولدوق انجينا، وهي اخذناها العام بالتشريح العام. وهي طريقه قديمه واحنا ما نتبعها كجراحين، انا احكي عن نفسي، اي مريض يجينا اقلع له لايك ذس. واكو صور على مره نشرت لكم اياها، كيسات مالتي نشرت لكم اياها العام او اول العام. هذا هسه مريض عنده سيفير اكيوت انفكشن اودونتوجينيك انفكشن، شوف بوكل، البوكل سبيس مالته، وعنده سبمنديبولار والسبمنتال، يعني هذا من يجينا العياده انا ما اقلع له، اقلع له، لكن يروح لاي طبيب ثاني ما يقلع عليه، يخاف، يقول لك يا بان انطيه علاج، انطيه اوبر، انطيه حبوب، انطيه مسكنات، وبعدين يخف الورم، يا الله انا اقلع له. لكن هاي قلت لكم هذا اولد ابروتش، اوكي اولد ابروتش، و 99% من الاطباء الاسنان في اي مكان ما يستخدمونه، ينطيه علاج، اتحدى طبيب اسنان، اتحدى طبيب اسنان ايا كان، الا اذا كان اخصائي يجي يقلع لهذا المريض، ما يقلع له، لانه يقول لك يابا انا ممكن الالتهاب ينتشر، لذلك ينطي بس علاجات، وبعدين من يخف الالتهاب يقلع له. ودي نحكي هنا بصورة عامة. بعد previous radiotherapy، previous therapeutic radiation in the oral and maxillofacial region for treatment of the cancer lead to the fibrosis and decrease the vascularity of the tissue or area of extraction and end with the condition of the bone called osteoradionecrosis. هاي من الساعة أخذناها، جاءك مريض وقال لك يا بعاني دكتور ترى ماخذ مسوي عملية، عندي مرض مزين باللسان مالتي وشالوا لي جزء من اللسان مالتي او جزء من الشفه مالتي او جزء من الخد مالتي او جزء من الفك مالتي قبل مده، واخذت ترى اشعاع كيميائي، اشعاع او علاج كيميائي اخذت، خصوصا الاشعاع اللي نحكي احنا الراديو ثيرابي، فهذا تقلع له، ما يصير تقلع له، هذا ما يصير تقلع له المريض. هسه واحد يقول ايش اسوي له؟ اكو بدائل ثانيه للقلع، احنا حكينا العلم تطور، اسوي له حشو الجذر، اوكي، او اسوي له حشوه عاديه، حشوه جذر، وينتهي الموضوع. حتى اذا كانت عنده جذور، حتى اذا بس جذور، هي الجذور مالته احشيها، انا اريد اخلصه من الالم. هو ليش ضايج من ضايج؟ عنده بين، فالبين شو اسوي له؟ اقتل الاعصاب، اسحب الاعصاب واسوي له حشوه جذر. Tooth located within the area of the tumor, especially malignant tumor, shouldn't be extracted because extraction may lead to dissemination of the tumor and heal socket
and intraoperative and postoperative bleeding. هاي من ساعة الطلاب لقيتكم فيها. المريض عنده ورم نفس الصورة عدتها، يعني أنا أقدر أقلع هنا الأسنان زين، هنا ليش ما أقدر أقلعها؟ يعني مرة أقول أنا أقدر أقلعها ومرة أقول لا والله ما يصير أقلعها. طلاب تقدر تقلعها لكن ليس بمفردها، مو وحدها تجي تقلعها، لازم تشيل الورم وتشيلها ويا الورم قطعة واحدة خلاص افتهمها هيك. ما يصير هذا اكو ورم، شوف الورم ايش قد كبير، لارج تيومر حتى دافع الاسنان ومخربط الاسنان. ما يصير تجي انت تقلع هذا التوث او تقلع هذا التوث وتعوف الورم، ما يصير غلط. النقص ده هنا ما يصير، هاي كونترا انديكيشن. شنو هو الانديكيشن؟ انه شنو اشيل الورم كله، اشيل الباثولوجي كله وقطعه واحده وياها اشيل الاسنان. ليش ما يصير اشيل الاسنان؟ ممكن يسوي بليدنج نزيف، ممكن ما يطيب المكان ننهيل، ممكن اني يصير انتشار بالورم اكثر وادي المريض. وهذا المريض هذا ذا نفس الصوره عدتها، ان المريض يجيك ماخذ راديوثيرابي وانت تسوي له اكستراكشن. لذلك اي مريض عنده مرض مزين قبل لا يسوي له العمليه يدزونه الى طبيب حتى يفحص اسنانه، والسن اللي يحتاج قلع اللي ما يتعالج اللي متوقع يسوي مشاكل نقلع قبل العمليه. اوكي، واذا سوى عمليه وما قلع الاسنان ما سوى اسنانه وجاك بعد العمليه دير بالك، ما يصير تقلع له، لازم تبلش بحشوه جذر تسوي له. اوكي قدر الامكان. نجي هاي اللوكال كونترا انديكيشنز، يعني المحرمات او ممنوع القلع في الحالات اللي ذكرناها. نجي السيستم كونترا انديكيشنز، شنو السيستم كونترا انديكيشن؟ كوشن از ادفايز ان ذا فالون كونديشن، يعني اكو محرمات عندي ومحظورات وحالات اتجنب بها القلع. مو نهائيا طلاب، انا ما دا احكي هنا نهائيا وملزم 100% 100% ما يصير اقلع. يعني مثلا اللي عنده سكر الدكتور قال هاي كونترا انديكيشن، لا انا افتهموني، اللي ما يفتهم هاي مشكلته، انا دا احكي ودا اوضح، دا احكي بصوره عامه. يعني مريض السكر ما يصير نقلع له؟ يجي واحد يقول لا يا معود دكتور ما خليت قال لنا ابو السكر ما يصير اقلع له. لا مو ما يصير تقلع له، بشرطها وبشروطها تقلع له متى ما السكر مالته انتظم، متى ما انت حضرته بصوره صحيحه، خليته يجيك من الصبح، يجيك من وقت العصر، انطيته علاجه، اخذ علاجاته مال السكر، سويت له تحاليل، اعطيته تعليمات، تقدر تقلع له ماكو اشكال. طبعا وتسوي استشاره الى الطبيب مالته لابو الباطنيه. المريض عنده قلب الدكتور قال لا يا معود اخذناه بالمحاضره، شنو اخذناه بالمحاضره وتخليها براسك تركبها براس دكتور مخلد او راس اي طبيب درسك. دكتور مخلد قال انه قالب القلب دير بالكم تقلعوا له اسنانه. لا انا واضح ودقيق، ابو القلب نقلع له، نقدر كل مريض نقدر نقلع له، لكن شنو اكو بروتوكول لهذا الشيء، اكو بروتوكول واكو برنامج واكو طريقه علميه لهذا الشيء. نحضر المريض علميا بحيث ما يتاذى، ابو القلب، ابو السكر، ابو الضغط، ابو المفاصل، ابو الربو، الحامل، ابو الصرع، اوكي اللي عنده مشاكل بالثايرويد بالغدد، اللي عنده امراض خبيثه، كلها نقدر نقلع عليها. لكن ما تقدر تقلع عليها من ما تحضرها بصوره صحيحه، من تشتغلها عشوائيا، من ماخذ المهنه هيك ماخذها، خلينا نقول هيك ماكو هذا هزار راندوملي. اذا سيفير ان كنترول ميتابوليك ديزيز ان كنترول دي ام ستيج اوف رينال ديزيز اند اند ستيج اوف رينال ديزيز، يعني مريض عنده سكر مالته دوم معلق 400 500 600، يعني ماكو عريق هو 250 300 بس ياكل شويه صار 500 600. هذا المريض ما يصير تشلع عليه. يعني المريض جاك للعياده قال له دكتور انا عندي سكر ترى، يا ودزيته على تحليل طلع التحليل مالته 250 300. انت تساله قال لي ابا ما اقدر اقلع لك لان سكرك جدا عالي، لازم شنو اقلل السكر مالتك. انت مو تقلل واجبك، هو عنده علاجات ياخذها او تسوي استشاره لطبيب الباطنيه ينزل السكر وتقدر تقلع عليه. ما يصير تقلع عليه والسكر مالته 300 400، ممكن يصير عنده مضاعفات، يصير عنده التهابات قويه، يصير عنده نزيف، ممكن يصير عنده مضاعفات ثانيه. وكذلك اللي عندهم رينال ديزيز، خصوصا اللي عندهم فشل كلوي، عنده عجز، يجيك مريض يقول لك دكتور انا عندي عجز بالكليتين، يعني هذا شنو ما تقلع له كلش متاذي هو؟ اول شيء اكو بدائل، قلت لك انا حشوه جذور، حشوه فلنج، وهسه قاموا كل الاطباء يتجنبون القلع. كثير من الاطباء بالوقت الحالي بالحاضر بدوا يتجنبون القلع لظهور هاي المشاكل اللي بدنا نحكي عليها.
وقبلهم حتى تركوا القلع بعياداتهم، اخصائيين ويدرسون تركوا القلع بعياداتهم، ما يقلعون، لان يعني القلع بمشاكل، القلع له علاقه بالجراحه وبمشاكل، اوكي؟ يعني بمشاكله اكثر من فوائده لك كانكم كعياده، اوكي؟ فيقول لك انا علي من هالمشاكل مالت القلع، انا اتجنب القلع. اكو بدائل ثانيه، ممكن توث اسوي له حشوه جذر، اسوي له اندو، اسوي له فلينج، اعالجه، اوكي؟ الى ان لكن اذا مريض لا يرفض هذا الشيء، يريد يقلع، يريد هاي، تقدر تقلع له، لكن قلنا بشرطها وشروطها. Uncontrolled leukemia and lymphoma، المرض اللي عنده Uncontrolled leukemia and lymphoma، هاي امراض الدم، امراض الليوكيميا والليمفوما، هاي امراض خبيثه بالدم، يعني تقدر تقلع عليه. Uncontrolled، الUncontrolled يعني الغير مسيطر عليه، يعني عنده لوكيميا واصله الى مراحل قويه، يعني المريض بالاند ستيج، يعني في نهايه حياته، ما تقدر تقلع عليه بصورة عامة، ما نقدر نقلع، لكن إذا أريد نقلع عليه كلش متأذي عند القصوى، عند الحالة القصوى والحالة الضرورية نقدر نقلع عليه، الأخصائي يقدر يقلع عليه. شلون؟ أكو تحضير خاص يسوي له، يسوي له تحاليل، استشارة مع الاتفاق مع طبيبة اللي أبو الأورام، ونقدر نتفق على بروتوكول ونصير كتيم فريق واحد ونقلع عليه. Severe uncontrolled cardiac disease، ها العدم cardiac disease uncontrolled MI unstable angina dysarrhythmias، المرضى اللي عندهم اضطراب دقات القلب، اللي عندهم احتشاب العضلة القلبية، عندهم ذبحة صدرية، الانكونترولد اللي مثلا هو دائما يومي تجي او بين يوم ويوم، او سواء هو مرتاح تجي هاي النوبات، الام الصدر، وهاي عنده مشاكل، يعني عنده بالقلب، يجيك مريض يقول لك دكتور انا عندي مشاكل بالقلب، يعني هذا ما يصير تقلع عليه؟ لا يصير تقلع عليه، عندنا احنا بصورة عامة، لكن من تقلع عليه تكون حذر، مو تقلع على راسه، قيس ضغطه، شوف الادويه مالته اللي ياخذها، سوي استشاره، اوكي؟ لكن بصوره عامه ولكم لا نحكي هذا ان جنرال ما يصير. سيفير ان كنترول هايبرتنشن، نفس الشيء، مريض عنده ضغط، سيفير ان كنترول هايبر، ضغطه معلق دوم، ضغطه 180 190 170، اوكي؟ يعني هذا شنو؟ اما اكله بملوحه، اكله ما ملتزم بالاكل مالته، عنده دهون، مدى يراجع اطباء باطنيه، مدى ياخذ علاجاته، يعني هذا ان كنترول. فهذا شنو المريض شنو نسوي له؟ ما نقلع له؟ لا نقلع له نقدر، لكن شنو؟ نقيس الضغط مالته، علاجاته ياخذها، نسوي استشاره طبيب الباطنيه ونقدر نقلع له. برجننسي يعني الحمل بنقدر نقلع؟ لا نقدر نقلع له. هسه واحد يقول متقالد كونترا اندكيشن، نعم كونترا اندكيشن اذا ما سوي لها ترتيب، يعني مو كونترا اندكيشن شنو معناها؟ يعني من تجيك امراه حامل وراسا تقلع لها بدون ما تاخذ هيستوري، بدون ما تسوي لها تحاليل، بدون ما تاخذ موافقه طبيبتها، هاي ما يصير. يجيك مريض عنده ضغط وضغطه دائما معلق وانت تجي تقلع له راسا مباشره، هذا ما يصير، كونترا اندكيشن هاي. يجيك مريض يقول لك انا عندي سكر، سكر 400 دكتور وحللته، تجي تقلع له، هذا ما يصير تقلع له. طبعا يجيك مريض يقول لك انا عندي قلب وعندي واخذ حبوب وكذا وهذا الكوليسترول مالته عالي دكتور، او انا ترى عندي امراض قلب وهاي علاجاتي، وانت قبل تقلع له بدون ما تستشير طبيبه، هاي 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 اللي اقصد بها الكونترا اندكيشن. مثلا المريض عنده بليدنج ديز اوردرز، عنده مشاكل، يقول لك المريض عنده هيموفيليا، عنده مشكله بالتخثر مالته، المريض هو يقول لك دكتور ترى انا كل ما اقلع سني يصير عندي نزيف، او كل ما انجرح عندي مشاكل بالتخثر، انا ترى بس انجرح ما اطيب بسرعه، يبقى عندي نزيف يومين ثلاثه وادخل المستشفى، يعني هذا قبل تجي على مود تصير يعني تاخذ بس فلوس من عنده وتنطي بنج وتقلع له، ما يصير، لازم تاخذ معلومات اكثر، لازم تحوله على طبيب الاخصائي مالته ابو امراض الدم حتى يضبط لك المشكله، انت مو بس تقلع له وفي مال، لا هذا ممكن يصير عنده نزيف وهكذا. Uncontrolled epilepsy، مريض عنده صرع، جاك مريض قال لك دكتور تران عنده صرع واخذ علاجات، يعني هذا ما يصير تقلع عليه؟ ما يصير تقلع عليه مباشره، لازم تفتيه من عنده. الصرع ايش قد يجيك؟ يوميا يجيك مره مرتين، لو بالاسبوع مره، يختلف هذا، علاجاتك ماخذها ما ماخذ علاجاتك، ممكن تحتاج تسوي استشاره علما الى اخصائي طب الجمله العصبيه وهكذا. Patient who take a variety of medications, patient on steroid and immunosuppressive drug, cancer and chemotherapy. مريض مثلا ياخذ ادويه مفاصل هواي، مريض ياخذ عنده ربو ياخذ ستيرويد هواي، هاي الادويه اللي تقلل المناعه وتاذي المناعه، مريض ماخذ علاج كيميائي، ماخذ اشعاع،
يعني هذا ما يصير تقلع عليه مباشره. يعني مريض اللي عنده التهاب مفاصل هذا دوم المفاصل شي ياخذون مسكنات، ياخذون بونستون وفولتارين وموبك ومن هالسوالف واندوميثاسين اوكي، وياخذون الستيرويدات يعني. فذول هاي الستيرويدات مرور الوقت بالسنه والسنتين والثلاثه راح تبدا تقلل المناعه، واذا قلت المناعه قلت عدد الخلايا مالتك، وممكن فرص الشفاء بعد القلع تتاخر ويصير عندك التهابات وتصير مضاعفات. فهذا ما يصير تقلع عليه مباشره، لازم تاخذ معلومات مفصله من عنده، تحاليل، تحول على طبيبه. هذا اللي نقصد به انه يصير، لكن بشرطها وبشروطها. ما يصير عمياوي بلايندلي عدل وقبل اقعد يلا بيك سكر هاك بنج يلا اقلع لك، هاك بيك قلب يا معود هذا بنج يلا خلينا نقلع لك. غلط. طلاب عرفنا هاي هسه خلصنا خلصنا الاكزودون شي، عرفنا تعريفها انواعها انديكيشن كونترا انديكيشنز. اوكي هسه الى موضوع هو يسمونه البري اكستراكشن اوبراتيف ايفالويشن. بري اكستراكشن اوبراتيف ايفالويشن يعني هاي جدا مهم. هذا نقصد به انه شلون نهيئ المريض للقلع، راسا اقلع له لو لا شو اسوي له. بري اوبراتيف اور اكستراكشن ايفالويشن التقييم السريري للمرضى اللي يحتاجون قلع. يعني لازم اخذ معلومات، ممكن يحتاج اشعاعات، فحص، يلا ابدي اقلع، مو راسا المريض راسا اقعد هاي بنج يلا خلينا نقلع لك. شنو البي هاي المختصر مالته؟ البري اكستراكشن ايفالويشن. بري extraction or operative extraction is a very viable and necessary for successful extraction practice. Hurry and inadequate PPE of the case may lead to many embarrassing intraoperatively for the operating in addition to the post-operative problems to the patient. يقول لك هذا الايفالويشن اللي هو البري اكستراكشن ايفالويشن انت كلش ضروري، وهو نجاح لعمليه القلع. هو شنو معناه؟ معناه انه تاخذ هيستوري، تاخذ معلومات من المريض، المحاضرات اللي قلنا حكينا عليه، تفحص المريض فحص زين، تاخذ معلومات جيده من عنده، هاي راح تساعدك انه تخلي عمليه القلع مالتك ما بيها مشاكل. اوكي؟ ايش تتضمن؟ البي اي 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 تتضمن كلينيكال بري اوبرتيف ايفالويشن وراديولوجيكال ايفالويشن. اوكي؟ يعني هي عمليه اخذ و الاستفسار من حالة المريض الموضعية والعامة، يعني عنده مشاكل بالقلب، مسوي عمليات قبيل، تفحصه من كل النواحي وتشيكه وتشوفه اوكي يلا تبلش تقلع له. هذا نقصد به. In general ال PEE may help in your objective. شنو ليش انا اسوي evaluation؟ ليش اخذ معلومات من المريض؟ ليش ادز عليه اشعة؟ ليش افحصه؟ اقعد على الكرسي وافحصه قبل ما اقلع. ليش ابدا احكي وياه واملي له الكيس شيت واخذ معلومات من عنده؟ عندك سكر، ضغط، ربو، التهابات، مسوي عمليات داخل المستشفى، سكر، جلطه، مبدل مفاصل، مسوي عمليات زرع قبل، يعني هاي ليش المعلومات؟ شنو تفيدني؟ اول شيء determine the method of extraction حتى احدد نوعيه القلع مالتي. انا هذا يحتاج قلع جراحي، قلع عادي، ونوع الانسيزا يحتاج بند موضعي، بند عام. Reduce the time spent for extraction حتى قلل الوقت مالتي مال extraction، لان انا الفحص مالتي ما يكون دقيق، هذا يفيدني بالعمل مالتي. Reduce the risk of intra and post operative crisis and complications. يعني نقصد ذن ثلاث نقاط انتبهوا لي شوي عليها. يعني المريض يجيك العيادة القلع سواء بالمستشفى او بعدين من تشتغل، يقول لك هذا المريض لازم انت مو راسا مباشره تبلش وياه بالقلع، تبدا تاخذ من عنده معلومات. هاي المعلومات شنو فائدتها؟ بس نصرف فقط بها لك وللمريض لو لا؟ شو تفيدك؟ اول شيء حتى تحدد نوع القلع، يعني انت المريض من تفحصه راح تعرف التوث مالته صعب القلع مالته لو سهل. المريض يخاف كلش، نقدر اقلع، اقدر عنده اكثر من سن، لو سنين لو ثلاثه واربع سن مالته، مطمور لو ما مطمور، امباكت التوث، ديفيكلت توث. يعني انت تحدد نوع القلع انه هذا ينقلع جراحيا او لا بالفورسبس ينقلع. بعد نوع البنج يحتاج لانفلتريشن انطي لو يحتاج لوكال، لو لا والله كل شيء خاف ممكن حتى بنج عام يحتاج واحوله للجراح. هذا معناه الفحص مالتك، قاعد على الشير وتفحص مالتك بالمرار والبروب. بعد هذا شو تفيدك اخذ المعلومات؟ راح تقلل لك التايم. يعني مثلا انت اذا قبل
وين عندك هذا التوث؟ يلا هاك بينج، يلا خلينا نقلع لك. ممكن لا، ممكن التوث هذا انت ما فحصته زين، ممكن هو ما اخذت له اشعه، ممكن اكو مشاكل بالروت مالته، يعني معناها ممكن بعدين القلع مالته انت تقول هذا لا بسيط بينك وبين نفسك، وتجي تجرب بالفورسبس تبدا تقلعه، ولكن من تجي للواقع وتبدا تشتغل انت حاسب حساب 5 دقائق، وهاي الخمس دقائق تبقى ساعه او ساعه ونص، وانت التوث بعدك ما مسوي له قلع، وصرت في وضع محرج قدام المريض، واذا بعيادتك بعد تنحرج اكثر، والمريض تعب وبعد ما يقدر يتحمل، لان انت ساعه تماطل بالسن، ساعه تقلع السن وانت ما راح تقدر. اوكي، هاي شنو معناها؟ معناها انت ما فحص المريض بصوره صحيحه، ما مسوي تقييم صحيح للسن اللي شفته. راسا اخذك الغرور يا معود، هو لور 6 هذا شو القصه؟ يلا ها اها سوي لك اكستراكشن، وهذا غلط، لازم تفحص التوث فحص دقيق، فحص كلش دقيق جدا دقيق، حتى تتاكد انه انت من راح تقلعه راح يطلع عندك بصوره سليمه وبسرعه، بحيث ما يتاذى المريض باقل ضرر وما تصير له مضاعفات مع بعض القلع. بعد شو تفيدك هاي الفحص ما قبل القلع؟ احنا هاد نحكي على الفحص ما قبل القلع. شو يفيدك؟ reduce the risk of intra and post operative crisis and complication. نعم، راح يقلل المضاعفات ما بعد القلع. يعني مريض مثلا اذا عنده سكر واني ما ادري عنده سكر واقلع له ورا القلع راح اصير له مضاعفات، لكن انا اذا اعرف انه عنده سكر لازم اضبط السكر مالته، انطي علاجات قويه، انطي تعليمات قويه، وهكذا، وبالضغط وبالقلب وهكذا. اذا الفحص ما قبل القلع هو جدا جدا مهم. شو يسمونه؟ يسمونه بري اكستراكشن ايفالويشن، بي اي. وقلنا يتقسم الى قسمين، كلينيكال فحص سريري عدشية، وراديولوجيكال ادز المرض على الاشعه. نجي للكلينيكال بي اي انكلود جنرال ايفالويشن اوف ذا بيشنت ولوكال ايفالويشن. الجنرال ايفالويشن شو الضمن لي؟ جنرال امبريشن اوف ذا بيشنت، history of general diseases, nervousness, orientation, general oral hygiene, gingival inflammation, calculus, neglecting mouth. يعني اول شيء يقول لك فحص عام، انه شوف المريض، يعني شوفه general تاخذ انطباع عام عن المريض، يعني المريض شوفه انت healthy بصحته، بعدين من كلامه وياك لو مريض بالقوه يحكي تعبان شوفه، ومرات مريض يعني فرق من يتخلك مريض قايدين اثنين او لازمين اثنين يتش عليهم، فرق من يدخلك مريض يدخلك واحد يمشي بحاله، هاي فرق، يعني هاي يسمونه نظرة عامة للمريض، انه المريض هذا جوز شبيه، ليش دول اثنين لازمين يمشي، يعني شقد تعبان هذا المريض، واصل الى مرحلة. زين، بعد الهيستوري اوف جنرال ديزيز حكيناها، انه نيرفزنس اورينتيشن، انه المريض منتبه واعي عنده مشاكل، يعني انت تبدا تقيمه، يعني من تبدا تحكي وياه شوفه يستجيب لك لو لا اكو عنده مشكله، متعصب اورينتيشن مالته، عنده مشكله عصبيه، عنده مشكله نفسيه، يعني راح يبدي يتجاوب وياك، يعني انت مو تساله سؤال يضل يصفن بوجهك المريض لهذا، يعني انت وتجي قبل تقلع عليه لا. اوكي، اورال هايجين، شوف الاورال هايجين مالته، شوف الانفلاميشن مالته، الكالكولاس نيجلكتد مالته، يعني شوف هذا جود اورال هايجين باد اورال هايجين، حتى تقرر نوعيه العلاج نوعيه الشغل مالتك. لو نجي لوكال ايفالويشن، لوكال ايفالويشن يعني تفحص التوث، يعني احنا قلنا المعلومات ما قبل الفحص اخذها اما سريريا او اما اخذ الاشعه. سريريا ايش تضمن؟ جنرال، نظره عامه للمريض، ونظره خاصه، نظره موضعيه. النظره الموضعيه او التقييم الموضعي يسمونه لوكال ايفالويشن، اللي هو يسمونه فحص الاسنان. اول شيء كلينيكال اكزامينيشن اوف ذا اوفنينج اور اكيوس توث، افحص التوث نفسيته مثل ما قلنا من ساعه. بعد الجوينك ستراكشرز، افحص الشغلات الدائر ما دائره، اللسان اللي بصفه، افحص القام، الجنجيفا، بريودنتال ليجمنت، السراوندنج تيث، اوكي كلها افحصها، الفيستيبول، التشيك، هاي الدائره ما دائره. بعد الاكسس تو ذا توث، هاي مهمه وحاكيها يعني هو بالمحاضرات، انه اكو ماوث اوبننج التوث هذا اقدر اوصل له، فتحه حلقه اقيسها اللي هي 3 فينجرز، 3 اصابع او تساوي 40 الى 45 مليم ديستانس. اوكي، اشوفه انه التوث بكالي مالبوز مي بي بريزنت ديفيكولت ان بوزيشن ذا دنتال فورسبس فور اكستراكشن، سو يو مي ريموف ساج توث سيرجيكال، يعني شوف مكان التوث، مكانه عدل لو اعوج
رايح بكالي رايح بليتلي اقدر العب الفورسبس ورا ما فحصته انت شو تشوفه؟ يعني جيت الابر 7 وشفته رايح رايح بكالي وايد الابر 7 زين هذا رايح وايد تقدر تدخل مثلا جراحيا العفو بالفورسبس او لو لا ممكن جراحيا يعني تخلي ببالك احتمالات لان انت فحصته فحص دقيق ما جيت قبل طيت بنج وسويت لي اكستراكشن بعد التوث موبيلتي التوث هذا بي موبيلتي من تجي تفحص التوث تلقى بي موبيلتي الموبيلتي اوف ذا توث تو بي اكستراكتد شود بي اسيس بري اوبرتيفلي greater than normal mobility is frequently seen with severe periodontal disease but sometimes may be because of the underlying pathology like neoplasm يعني المريض جاء قال لك دكتور عندي هذا سني يتحرك بدي تقلع عليه اوكي هو تقلعه بسيط لكن انت لازم انت تفحص المريض انه تتاكد انه هاي ليش يتحرك شو سبب الحركه مالته سببه انه عنده التهاب بالبريودنتال ليجمنت بريودنتايتيس لو لا خاف اكو جوا ورم اكو جوا كيس وانت تبغى هاي يصير كل شوي صايره كل شوي يقلعون الاسنان وورا مده يجي كل مريض فتش مره مفك مالته مرن عنده ورم ما يدري بيه الطبيب ما فحص الطبيب يريد بس ياخذ المالات ورأسا طابنج يا معوتي هذا كلش بسيط موبايل توث فانطا انستيزيا انطا انستيزيا وسوى اكستراكشن للتوث لكن هو ما يعرف جوش اكو فهاي لازم تخليها ببالك لانه ما منتبه هو ما يفحص هو تكنيشن وليس طبيب اوكي فلا تصيرون تكنيشن اوكي تصيروا اطباء اسنان condition of the crown حالة الكراون كارير ديستركشن يعني اجي افحص الكراون انا من اخلي المرر مالتي واباع بالمرر اشوف الكراون كارير ديستركشن يعني اذا الكراون متهشم هذا ممكن يكسر عندي التوث بالقلع presence of large restoration اكو حشوة كبيرة presence of adjoining teeth اكو اسنان دائرة ما دائرة state of supporting tissue اشوف الحالة الانسجة الدائرة ما دائرة shape, position, long access, size of the crown الفيتاليتي اوف ذا توث الاتريشن هاي كلها خليها ببالي يعني اجي افحص التوث نفسيته الكراون مالته الكراون متهشم باد الكيريس هذا ممكن يصير القلع مالته صعب شلون انا اسوي الجراس الزمه بالفورسبس ممكن يصير عندي فراكتشر اذا اكو حشوه لارج فولينج يعني شنو معنى لارج فولينج من التوث القي 3 4 3 كوارتر هو لارج فولينج محشي حشوه كبيره يعني معناها ويك توث ستراكشر يعني معناه هذا التوث ستراكشر مالته فيري ويك وخصوصا اذا كان مسوي له اندودونتيك فيكون ويكند بورتال توث فهذا ممكن انه شنو كل سهوله يصير بفراكتشرز جور ذا اكستراكشن الاتريشن اكو اتريشن بالتيث لو ماكو اتريشن هاي كلها خليها ببال الفيتاليتي اوف ذا توث فايتال نون فايتال مسوي له حشوه جذر ما مسوي له حشوه جذر اللونج اكسس اوف ذا توث مهم التوث عادل مو كانه لو رايح بكالي لو رايح بليتالي لو رايح لينجوالي اذا ذا جود pre-extraction evaluation result from correction of data collected from the history, clinical examination, radiographs, laboratory aids, in addition to the need, good knowledge and experience in the basic sciences, anatomy, physiology, pathology. إذن عملية أخذ المعلومات ما قبل عملية القلع هي جدا مهمة وعرفنا فائدتها للأسباب اللي ذكرناها وهي من تجي من الهيستوري من الكلينيكال اكزامينيشن من الأشعاعات ومن بعض التحاليل اللي تحتاجها وكذلك من المعرفة العلمية بالعلوم بالتشريح العاد احنا إن ما أخذنا تشريح صارنا سنتين نهوس ونصيح يا ترى التشريح مهم ترى الأناتوم مهم خصوصا مال صف ثاني أوكي ترى مهم يفيدنا بشغلات القلع ديروا بالكم من عنده العاد ليش درسوك فيسيولوجي ليش درسوك باثولوجي كلها لها علاقة هو مو بس عبارة عن توث تقلع ويروح هاي التكنيشن اكو هاي تكنيشن اطباء مو اطباء هم بالمنظور العام يسمونهم اطباء لكن هم مو اطباء هم تكنيشن هم اخذوها في سبيل بس يتعلمون اوكي يتعلم يريد بس يقلع يريد بس يحشي لكنه كل شيء ما يعرف مو علمي مو ساينتفكلي اوكي فهذول مو اطباء احنا نسميهم انا اسميهم ذول تكنيشن يبقون تكنيشن منا من يموتون حتى اذا يشتغل حلو حتى اذا يشتغل صحيح لكنه مو طبيب اسنان اوكي هو تكنيشن مو عباله قام يقلع اسنان والله اني قمت اقلع اسنان يعني انا طبيب اسنان شو كفاده تعرف تقلع اسنان بس انت ما عندك اي ارضيه علميه هيش بس تقلع اسنان لكن بس يجيك السن ملتيف كل شيء ما تعرف تسوي له تبقى صافن بحلق المريض تعطي بس علاجات كل شيء ما تعرف ف هذول تكنيشن انا اسميهم وليس اطباء اسنان وهم طبعا كل شوي ولله الحمد بدوا يتكاثرون وكثروا كل شيء بهاي الفتره اوكي
والفسيولوجي والباثولوجي، فانت تعرف انه هذا التوث مو بس تقلعه، لازم تقلعه ويطيب الجرح وما تسوي مشاكل باقل خسائر. اوكي طبعا انت هذا مو نقصد هنا على توث واحد، انت على مسيرتك العمليه سمعتك انه ايش قد ما تقلع اسنان ما تصير مشاكل، من تصير مضاعفات انت كنت تتحمل المسؤوليه، هذا بدنا نحكي به. زين انت اذا متعلم بس تقلع تحرك تحرك البلايز او الفورسبس بس تقلع اسنان وانت ما تدير الاهميه، يا معود هو كبسول ما التهابات وفي ما لا لو اكتب له ما اكتب له، اذا صار التهابات او مو كل مره تسلم الجره يجوز صار عنده التهابات صار عنده مشاكل. فانت من يبدي يراجعك وتكون قدر المسؤول يكون عندك بيزك عندك اساس تعتمد عليه، هذا اللي نقصد به. عرفنا سلي كلينيكال اكزامينيشن، نجي هسه للراديولوجيكال ايفالويشن. راديولوجيكال ايفالويشن preoperative clinical assessment may be supplemented sometimes by preoperative radiographs and the positive indication for preoperative radiographs are. احنا اول شيء قلنا يعني نفحص المريض سريريا قاعد على تشير وناخذ من عنده معلومات او تحاليل ندزها. الخطوه الثانيه على اشعه، يعني هاي اي مريض يعني لسان بالعياده اي مريض اخذ له اشعه؟ لا، الخبره لها دور، لكن مرات احتاج الاشعه، فالأشعة ضرورية في عملية القلع. في كثير من الحالات تحتاج أنت المريض تدز عليه أكس راي حتى توصل إلى تكامل بالحالة وتوصل إلى تكامل المعلومات على الحالة حتى تقدر تقلعها بأقل خسائر وبأقل مضاعفات. إذن ذن شنو النقاط نقصد بهن؟ ذن البوزيتيف إنديكيشنز فور بري أوبراتيف راديوغرافز، ذن الإنديكيشنز يمتى تدز المريض على أشعة preoperative يعني قبل ما تقلع له. اولا history difficult or unsuccessful extraction، يعني انت الهيستوري ما اخذت معلومات كافيه من عنده، ما قدرت المريض ما اعطاك معلومات كافيه وتشكيت في الشيء، or unsuccessful extraction انت قلعت له unsuccessful القلع مالته غير ناجح ما قدرت تقلع له، يعني فانت شو تسوي له؟ تدز عليه اكس راي. بعد crown with extensive caries large ulceration non vital tooth when diagnosis is uncertain and the tooth is malposed، بهاي الحالات اذا الكراون فيري ديستركتيف بي لارج فولينج مسوي له اندو، يعني اي واحد اي مريض مسوي له اندو ورد نقلع له نوديه على اكس راي، لا هاي تبقى بصوره عامه داعش انا طلاب تبقى انت وخبرتك وانت وفهمك اوكي وانت وعلميتك اوكي. انا مرات ادز مرات ما ادز اوكي. التوث مال بوز يعني مكان التوث out of the arch رايح باليتال التوث مكانه رايح لينجولي رايح بوكال رايح فيشالي. A tooth which is abnormally resistant to the forceps extraction، tooth انت جربت تقلع بالفورسبس لكن كلش قوي very difficult to extraction with the simple extraction with the simple forceps therefore you should send the patient for a preoperative radiograph. After clinical examination you decide to remove the tooth surgical، ورا ما انت فحصته شفت انه التوث صعب لذلك قررت انه تقلع جراحيا لذلك تدز على اكس راي. any tooth which is in close relation to the important or vital structures like neurovascular canal maxillary sinus mental nerve nasal cavity، التوث اللي يكون قريب من الفايتال ستراكشر قريب من النيزل كافيتي من الماكسيلاري سينس من المنتال نير هذا تدز على اكس راي. attrition teeth in elderly patient may be associated with hypercementosis، الاترشن تيث اللي مسعرضنا الصوره مالته لانه ممكن خصوصا بالناس الكبار ممكن associated maybe associated with the hypersementosis. شنو hypersementosis؟ يعني احنا نعرف السمنتم هو الاوتر لاير اوف ذا روت، يعني سرعتهم تثخن في طبقه وسمك في طبقه السمنتم لذلك ممكن القلع مالتهم يكون very difficult. if a tooth is partially erupted or completely unerupted or retained root يعني impacted teeth يقصد بها. any tooth which has been subject to trauma fracture of the root or alveolar bone may be present، يعني fracture للtooth fracture للjaw fracture للalveolus okay. بعد isolated maxillary molar especially if unopposed by the over and over erupted، يعني اذا كان الازوليتد ماكسيلاري مولر ازوليتد لور 6 ازوليتد لور 7 هاي هم لازم تدز على اكس راي الافضل. the bony support for such tooth is often weakened by presence of the maxillary sinus and this may be predisposed to certain of oroanteral communication or fracture of the maxillary tuberosity. يعني يابا
مثلا المرضى اللي يجيك عنده upper 6 بس upper 6 ويريد يسوي له اكستراكشن، فانت هنا من الممكن شو تسوي؟ ممكن تدز عليه اكس راي، لانه الابر 6 يكون كلش قريب على المكزيلر ساينس، ومخاف يصير عنده فراكتشر بالوول مال المكزيلر ساينس ويصير فتحه عنده بين المكزيلر ساينس وبين الاورال كابيتي، او يصير او مكان الابر 8 وحده يعني ايزوليتد ابر 8 ممكن يصير فراكتشر بالمكزيلر تيوبروزيتي، لذلك تدز عليه اكس راي حتى تتجنب الكسر. وين ابا اندرلاينج بون باثولوجي سسبكتد، يعني اذا شك انه المرض عنده سيستيك ليجن، عنده تيومر، any systemic condition which may predispose to dental or alveolar abnormality. اذا عند المرض systemic condition انت تشك بيه من الفحص، خلال الفحص انه هذا عنده فد اكو مشكله يعني systemic، طبعا نقصد بيه systemic condition which may predispose to dental or alveolar abnormality like osteotic deformans اللي يسمونه budget disease in which the root are hypercementosis and closed teeth leading to difficult extraction. طلاب هاي الحالات هي systemically، شنو systemically؟ يعني مريض انت تفحصه الشك عنده في الشيء سيستميكلي ما له علاقه بالاسنان، يعني من العلامات من وجهه من الفحص هسه نشوفها احنا واحده من يعني حالات مرضيه هي عامه، يعني تشوهات عنده مثلا، فانت هذا هاي التشوهات اكو بعض التشوهات اللي موجوده بالوجه مالته بعظام الوجه مالته ممكن تاثر على عنده تشوهات تصير بالاسنان وتؤدي الى صعوبه قلع الاسنان، فانت من تفحصه سريريا والشك بي انه وحده ممكن هو عنده هذا الشيء، فانت لازم شد الدزة على اكس راي حتى تتجنب صعوبه القلع. مثلا هذا هاي اول نقطه، هاي اول نقطه الباجيت ديزيز، هذا الباجيت ديزيز هذا مرض يصير تضخم، شوف بعظام الجمجمه، شوف العظام مال السكال يصير بيها تضخم، شوف اللي يسمونه لايون فيس، وجه الاسد لايون فيس يسمونه، يعني المريض شكله ابنورمال، يعني شكله عنده تشوه بالوجه مالته بعظام الوجه مالته، يعني المريض مثلا يجيك للعياده وشوف هيك الوجه مالته يعني الفيس مالته لايك ذس، فهذا تتوقع انه عنده مشاكل بالاسنان مالته، اكو خربطه بالاسنان، اكو امباكشنز عنده، اكو عنده هايبر سيمنتوسيس، يعني معناه القلع صعب، لذلك شو تسوي انت؟ تدزه على اشعه. مثلا المريض عنده هاي سندروم، هاي المتلازمه كليدوكرينيال ديسبليش، طبعا هاي رير، هاي ما موجوده مجتمعاتنا الشرقية، هاي بالغرب موجودة، لكن هاي موجودة عندنا مجتمعاتنا شايفينها. هاي يسمونها سيندروم كليدوكرانيال ديسبليجيا. كليدوكرانيال ديسبليجيا دول المرضى عندهم يكونون دوارفيزم أقزام، دول الأقزام، ومرات يكون أبسنس أوف ذا كلافيكال بون، عظم الكلافيكال عندهم قصير أو ما موجود، لذلك هير أور هيز شولدرز كان بي أبروكسيميت توجذر، يقدر يقرب الأكتاف مالته. لايك تشوف لان ما عنده عظم الترقوه، الكلافيكال بون مالته ما موجود، يعني مثلا يصادفك بالعياده وجاك مريض هيك حالته قزم من دول الاقزام والشولدر مالته لايك ذس، فانت شكيت قلت تقول ها هذا يمكن عنده هاي المتلازمه، فتتوقع انه هذول ترى ممكن القلع مالتهم يكون صعب، او ايش عندهم؟ ممكن عندهم هذا عندهم اسنان زايده، عندهم امباكتد تيث، الجذور مالتهم تكون هوكس، فممكن اكو عندهم ديفيكلت بالاكستراكشن. اوكي، والبيشنت هو ريسيفد ثيرابيوتيك راديشن تو ذا جو مي هاف بريسبوت تو ذا اوستيوريجينيكروسيس. وين مريض جاء قلت هاي شرحناها من ساعه، جاك للعياده قال لي دكتور اني ترى ماخذ علاج اشعاع لان عندي ورم بالفك، فهذا هم لازم تدز على اشعه. اوستيوبوروسيس اللي هو هذا يسمونه هشاشه العظام، مرابل بون ديزيز ويتش كوز اكستراكشن فيري ديفيكلت اند بريسبوت تو ذا كرونيك اوستيومولاس، جدك هذه اكثر بالنساء خصوصا اللي ورا ال 45 ورا ال 50 سنه، جاك مريضه عمرها في 50 60 سنه قالت لك دكتور ترى انا عندي هشاشه بالعظام، انت ما تعرف بس هي قالت لك من الهيستوري، قالت لك دكتور ترى عندي هشاشه بالعظام بدي اخذ لها علاجات اوكي. هشاشه العظام شنو يعني؟ معناها ممكن عندها فشل كلوي، ممكن اكو عندها مشكله ميتابوليك ديزيز. اوكي، فانت تتوقع انه هذول المرضى اللي عندهم هشاشه العظام اوستيو بتروسيس اوكي ممكن العفو مو اوستيو بوروسيس اوستيو بتروسيس مرابل بون ديزيز يعني يسمونه العظم الرخامي، العفو سوري مو اوستيو بوروسيس اوستيو بتروسيس، الاوستيو بتروسيس يسمونه المرابل بون مرابل بون ديزيز العظم الرخامي، هذا العظم مالتهم يكون شوي ثخين ثيكنس اوكي
والميدلر بون ماكو يعني الميدلر بون ما يعني عبارة عن ميدلر بون ف which cause extraction very difficult. فجاك مريض قال لك دكتور ترى أنا عندي 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 مرض عظمي بالعظم يسمونه الرخامي، المرض الرخامي بالعظم. أوكي يصير عظامه بس خشونة بيها، فخشونة بالعظام يصير عنده. فهاي معناه إنه شنو تتوقع إنه حتى الأسنان مالته وحتى الفك مالته هو يكون خشن وسميك، وبهاي الحالة الإكستراكشن القلع هو يكون جدا قلع، وحتى إذا قلعت له ممكن يصير عنده ورا القلع يكون عنده التهابات كلش قوية. A good radiograph and careful interpretation may give or aid the operator to many factors that may cause difficult extraction. نشوف ذني النقاط التسعة. A good radiograph and careful interpretation may give or aid an operator to many factors that may cause difficult extraction. هاي الحالات، هاي الحالات اللي تفيدنا ناخذ بها اكس راي. اوكي طلاب، يعني فائدة الاكس راي بهاي الحالات. اوكي الجود راديوغراف الاشعة، يعني انت من ورا ما فحصت سريرين وقررت انه تاخذ لي اشعة وعرفنا الانديكيشن بين النقاط، ذنيك النقاط، ذني النقاط هاي الانديكيشنز البري اوبراتيف انديكيشنز، يعني ياهن المرضى اللي ادزهم على اشعة ما قبل القلع عرفناهم. هنا نجي فائدة هاي ايش حتعطيك، يعني انت المريض من دزيت على اشعة، هاي الاشعة ايش حتعطيك، شنو الفوائد مالتها، ايش حتراويك. اوكي ممكن ايش تراوي، تراويك الابنورمال نمبر اند شيب اوف ذا روت. شوف يعني انت مريض دزيت على اشعة تقلع له، دزيت على اشعة قبل القلع، شنو فائدة هاي الاشعة، ايش حتراويك، ممكن تراويك اول نقطة اللي هو تراويك ابنورمال نمبر اوف روت اند ابنورمال شيب اوف ذا روت، تراويك الجذر انه شكله مرعب، شكله مخيف. فانت ايش تتوقع، تدير بالك تقول يا بتر هذا ما اقدر اقلعاني بالطريقه العاجله، لازم اقلعه جراحيا. اوكي شوف هسه هذا فلكشن دايلاسريشن كونكورسنس فيوجن. اوكي بعد ان فيفربل روت باترن، ورا ما تجيك الاشعه دزيته انت قبل القلع جاك هو انه يشوف التوث هي الشكل مالته، هذا يسمونه ان فيفربل روت باترن، يعني اللونج اكسس مال التوث مو هيك اللونج اكسس، هيك اللونج اكسس عمودي، لكن هذا شوف اللونج اكسس مالته، شوف اللونج اكسس مال التوث هنا، يعني لذلك هذا ممكن انت تتوقع القلع مالته ممكن صعب. بعد كريز اكستنج تو ذا روت ستراكشر، انت فحصت كلينيكلي، هذا كلينيكلي شفته دزيته على اشعه شفته وين واصل، شوف التسوس وين واصل، هنا واصل يعني روت، روت كريز، ذلك هذا ممكن من يسوي لك اكستراكشن هو مسوي له حشوه جذر انه ممكن يصير فراكشر بهذا المكان، فراكشر اور ريزوبشن اوف ذا روت، ممكن الأشعة واحدة تفيدك من دزة المرض على أشعة تلقى عنده ريزوبشن، هذا اكسترنال ريزوبشن. اوكي هاي انواع، وهاي انترنال ريزوبشن، شوفوا لك الاكسترنال ريزوبشن يكون خارج الكنال والانترنال ريزوبشن يكون انسايد ذا روت كنال، فهذا ممكن شو يسوي لك، يعني هسه هذا التوث من تجي تسوي له قلع عادي ممكن يصير بيه فراكتشر هنا بهذا المكان، هنا هذا ماكو نابون، ماكو 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 دنتين هنا. اوكي بعد hypersementosis of the root، هاي شوف hypersementosis of the root، طبقة السمنتم صاير بيها شنو thickening بالسمنتم layer، لذلك و adhesion with the bone، لذلك ممكن هذا التوث difficult of extraction، صعب مو ممكن اكيد تصير difficult، هذا ما ينقلع قلع عادي، قلع جراحي، لان هذا نسوي adhesion with the bone with the BD ligament. اوكي هاي فائدة الاشعة، ليش تدز على اشعة. بعد انكلوسز اوف توث، ممكن الاشعه تنطيك انه هذا التوث يكون بانكلوسز، شوف الانكلوسز شنو انكلوسز اوف ذا توث، يسمونه دنتال انكلوسز، يعني التصاق التوث ويا عظم الفك، يعني ابسنس اوف ذا بيدي ليجمنت، شوف ماكو بيدي ليجمنت، حتى الروت ما ينشاف، كله بون عباره عن بون، شوف هسه هنا الروت واضح، هنا الروت واضح ينشاف، شوف هنا الروت واضح ينشاف، شوف البيدي ليجمنت، هذا البيدي ليجمنت هنا، هاي البيدي ليجمنت، هاي ذس ذي بيدي ليجمنت، لكن هنا ماكو بيدي ليجمنت، ماكو روت، مين شاف الروت هنا مو واضح، لذلك هذا انكلوسز. بعد جيمينيشن اكو يسمونه التوأم اللي هو السن هو الى جذر واحد، لكن شنو الكراون مالته مقسوم الى قسمين، جيمينيشن يسمونه، هذا كلينيكلي ودزيته على اكس راي طلع عندك، فهذا ممكن تتوقع انه
الاكستراكشن مالته ممكن ديفيكلت. بعد امباكشن، هاي الامباكشن تيث شوف لايك ذس لايك ذس لايك ذس امباكشن تيث لور 8 ابر 8. بون سكليروسيس اند باثولوجيكال ليجنز، هاي شوف اكو تيومر اور ماس اور سيست، هاي بيريابيكال ليجن، اكو بيريابيكال ليجن. فهاي فوائد الاكس راي، يعني انه شوف ايش حطلع لك الاكس راي، تراويك انه هو اكو ترى شكل الجذر شكله غير طبيعي، طول الجذر، اكو تشوهات بالجذور، راح تراويك الامباكشن الاسنان المطموره، راح تراويك الاورام، راح تراويك الاكياس، اوكي راح تراويك الجذور الزائده، الاسنان الزائده، هاي كلها تراويك اياها الاشعه. اذا هاي فائده الاكس راي. Also a careful interpretation of the radiograph may also be revealed or show the possibility of the following complication. كذلك التفسير الصحيح والقراءة الصحيحة للأشعة اللي تقراها ايش حتراويك؟ حتراويك انه ترى ممكن المشاكل اللي، يعني انت مثلا اخذت أشعة وجدتك الأشعة وانت لازم كنت تعرف تقرأ الأشعة، تعرف تفسرها، تعرف ماذا تحتوي هاي الاكس راي، وبس تتباوع عليها وتعاين عليها. هاي ايش حد جنبك؟ حد جنبك المشاكل يعني اللي حكيناها من الساعة اللي وحدة من عندها. ممكن انت وحدة من الاشعة دزيتها ممكن يطلع التوث شنو يكون قريب على المنتال نير، يطلع قريب على الانفيرير دندن كانال. ذلك انت شو تسوي هنا؟ ممكن تغير طريقة القلع من عادية الى جراحية، او تاخذ احتياطاتك حتى ما تأذي الكانال بعد، خصوصا بالامباكشن. بعد حتراويك ان التوث هذا قريب عن نيزل كافيتي او ربع او اور اواي فروم ذا نيزل كافيتي نير ذا ماكسيلاري ساينس اور اواي فروم ذا ماكسيلاري ساينس، حتى تتجنب شنو الفتحه يسمونها الناسور بين الماكسيلاري ساينس وبين الاورال كافيتي. يعني مثلا الابر 6، ابر 6 ايزوليتد، ابر 6 جاك مريض عنده ايزوليتد ابر 6 عنده بس سن واحد هو اللي هو الابر 6 ابر 7 بس هو بالفك اللي على ولدي قلعه، اوكي. فانت اذا دز على اكس راي يكون افضل بهاي الحالات. ليش؟ لان انت حتشوف هنا المكزيلر سانس يكون قريب على الابر 6 والمريض هنا كبير، اكيد هو ايلدرلي بيشنت وعنده المكزيلر سانس يكون كبير هنا، فهذا ممكن القلع مالته ايش حيصير؟ ممكن تصير فتحه بين المكزيلر سانس وبين الاورال كافيتي، حتدخل للمكزيلر سانس انت اثناء القلع، وهذا شيء مو بيدك. يعني هو شيء اصلا تشريحي هذا صاير، اوكي، او انت ساهمت بهذا الشيء خلال القلع مالتك ممكن الغير صحيح، او استخدمت قوه مفرطه. لذلك من راح تجيك الاشعه وتشوف انه هذا التوث قريب على المكسيلاري ساينس، انت حتبدا تاخذ احتياطاتك، حتنتبه لهذا الشيء. بعد the retention of the intraponey pathology or cyst or tumor، يعني الاشعه من راح تاخذ راح تفيدك، ممكن يكون اكو سيست قديم باقي، اكو ورم قديم باقي وانت ما تدري. بعد displacement of the root الى المكسيلاري ساينس، ممكن الروت راح يراويك انه يكون يطفر من مكانه ويعبر من مكانه، وين يروح؟ يروح للمكسيلاري ساينس، يروح للنيزل كافيتي، للاوربيتال كافيتي في بعض الحالات. و fracture of the maxillary tuberosity، وكسر بالمكسيلاري tuberosity. شوف بالحالات التالية، شوف هذا residual cyst، يعني انت هذا المريض بس هذا انا ما هذا سيست، هاي ليجن، هاي سيست اور تيومر، هاي شنو فائده الاشعه؟ طلعت لك اياها، كشفت لك اياها. زين هذا وين التوث مالته؟ يعني هذا يسمونه ريسيجوال، يسمونه الكيس الباقي، يعني هذا اصلا هنا كان اكو توث، وهذا التوث قلع طبيب الاسنان بدون ما ياخذ اشعه، و اصلا كان اكو كيس هنا موجود كان ويا التوث اللي قالع طبيب الاسنان ومسوي هذا البرج هذا الجسر. لذلك شوف بدا يكبر الكيس وبدا يدفع هاي الاسنان وياكل بالجذور وبدا الجسر عنده يبدا يتحرك. فيجي المريض يلقى عندك، تلقى عنده الجسر يتحرك، تدز على اكس راي تلقى عنده لارج سيست، يسمونه هذا ريسيجوال سيست. ليش يسموه ريسيجوال سيست؟ باللغه العربيه السيست الباقي، الكيس الباقي او القديم يسمونه، لانه ماكو توث هنا وياه. التوث وين؟ ممكن قالعه الطبيب وبدون ما معالج السيست. لذلك ايش حكينا من الساعه؟ قلت لكم ما يصير تقلع التوث الا تقلع الورم او تقلع الكيس وياه، او displacement of the root or tooth into the maxillary sinus. هاي سيتي سكان showing coronal
CT scan view showing the displaced tooth in the right maxillary sinus. هذا tooth بالmaxillary sinus رايح. شوف التوث وين رايح؟ رايح للmaxillary sinus. Or fracture of the maxillary tuberosity. شوف هذا upper 8 سوى لك استركشن. شوف هاي الماكسيلاري تيوبروسيتي هذا الابر اي صحيح انتقلعته لكن اذيت الماكسيلاري تيوبروسيتي. لذلك ممكن الاشعه من تاخذ اشعه راح تراويك او تدليك انه ترى يابا التوث هنا قريب على الماكسيلاري ساينس وممكن عندك تنكسر خصوصا الابر اي الماكسيلاري تيوبروسيتي. شكرا.